اهلا بيكم وبكل محبين ومتابعين قناه النادي الاهلي في حلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واهلا بجماهير اعظم نادي في الكون، شاء من شاء وابى من ابى. على الحلوه والمره معاه. القصه مش شعار، مش بنقول ده او بنردده كمجرد كلام. جمهور النادي الاهلي هو بجد اللي هيقرا التاريخ، هيعرف انه اكتر جمهور كان مع فريقه في كل اوقات الازمات وفي كل وقت كان النادي الاهلي محتاج جمهوره فيه. مش كده وبس، جمهور النادي الاهلي عمره ما كان الجمهور اللي رئيس لنادي منافس اتكلم انه هو اشبه بفكره الخلايا النائمه اللي بتظهر وقت البطولات بس. مش هو الجمهور اللي لاعبين في ناديه تحدثوا عن ارتداء الجمهور لتيشيرت الفريق وقت الفوز والبطولات بس. جمهور النادي الاهلي عمره ما تخلى عن تيشيرت النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي عارف اللحظات دي كويس، دوره فيها ايه. مش معنى كده ان مفيش اخطاء او مفيش سلبيات. اللي بيفكر بالطريقه دي هو اكتر حد ما بيحبش النادي الاهلي. اكيد في اخطاء واكيد في سلبيات، بس واحنا بنتكلم عنها ما ينفعش نسمح لاي حد انه يزيف تاريخنا او يزيف من الواقع. جمهور النادي الاهلي هيفضل مع ناديه مساند ليه، وعايز اقول ان تفوق النادي الاهلي هو القاعده وتفوق المنافس هو الاستثناء، والاستثناء لما يحصل مش معناه ابدا ان القاعده لن تعود الى طريقها في التفوق. حابب اتكلم كمان في حاجه تانية. سيرجيو راموس قائد ريال مدريد كان له مقوله مهمه جدا قال فيها: كره القدم تتغير بين لحظات، من حقهم وعليهم ان يفرحوا ويستمتعوا بتلك اللحظه لانها لن تدوم طويلا. اهلا بك يا احمد مره. اهلا بك يا فارس، واهلا بجماهير النادي الاهلي. ارفع راسك فوق، انت اهلاوي. أنا بس النقطة فارس قالها، فكرة إن القاعدة هي تفوق النادي الأهلي والاستثناء هي تفوق المنافس. اسمح لي أبدلك القاعدة دي وأقول: القاعدة هي تفوق النادي الأهلي والاستثناء هو إخفاق النادي الأهلي. النادي الأهلي امبارح بركلات الترجيح وبركلات الحظ الترجيحية بيخسر مباراة 90 دقيقة، كان هو الفريق الأفضل، هو الفريق المستحوذ، هو الفريق اللي له أكتر محاولات على المرمى. صحيح ما كانش التوفيق حالفنا إننا نسجل أهداف، ولكن في النهاية البطولة ذهبت بركلات الترجيح، وطبعا لما بنوصل لركلات الترجيح ممكن أي فريق يتفوق على فريق. أكيد برضو لازم ننوه أن النادي الأهلي بيخسر كتير بركلات الترجيح، ولازم ناخد بالنا من النقط دي، ودي السلبيات اللي ممكن نتكلم عنها، وخلال برضو فقرة أونس بوت هنتكلم عن سلبيات كتير. لكن لازم كلنا في ظهر النادي الأهلي، عندنا مباريات مقبلة مهمة جدا، والنادي الأهلي الحقيقي دلوقتي بيتشكل من يناير 2019. انا مش عايز الجمهور يقلق، من حقك تزعل ومن حقنا كلنا نزعل، لان احنا تعودنا على الانتصارات في النادي الاهلي، لكن كل فتره بيمر بيها النادي الاهلي بعد جيل ذهبي بتكون في مرحله انتقاليه، سواء من اول الستينيات ومن اول 48 بدايه الدوري لحد 61، جينا 5 سنين اللعيبه الكبار كبروا في السن وكان في مرحلة انتقالية صعبة جدا، خسرنا كل البطولات في ال5 سنين دول. لكن مع عودة السبعينات عملنا جيل التلامذة، ومع نضوجه في الثمانينات اكتسحنا أفريقيا بمعنى الكلمة. 8 سنين ورا بعض بنلعب قبل نهائي، محققين بطولات ساهمت كتير جدا إننا نكون لقب نادي القرن. ولكن طبيعة كرة القدم من 89 ل 93 برضو كانت مرحلة انتقالية صعبة عشناها، ومن 93 عودة الطيور المهاجرة حسام وابراهيم حسن واكتساح محلي، ولولا عدم مشاركتنا الافريقية كان هيكون ايضا اكتساح افريقي. ولكن مع 2000 ل 2004 مرينا بنفس فترة الاحلال والتجديد. انا اكاد اجزم ان من 2004 حتى الان وبعد اعتزال جيل تريكا واساطير زي بركات وعماد متعب وفلافيو وجمعه وحضري ومش عايز انسى ناس كتير، كان عندنا ممكن نمر بازمه هي حقيقيه. الازمه مرينا بها المره دي افريقيا، لكن محليا ما زال، وانت بتعمل احلال وتجديد انت المسيطر محليا، انت الاقوى محليا، انت الاعلى فنيا على اي حد. فمش عايز ان الياس ياخد جماهير نادي الاهلي ونروح لسكه تانية خالص. احنا بدانا من يناير 2019 بصفقات قويه، اعتقد مفيش لاعب في الدوري المحلي افضل من اللعيبه المحليين اللي احنا اللي جوه النادي الاهلي، بس التوفيق يكون معانا. ومعلش لازم نكون دافع، وزي ما قلنا على المره والحلوه معاه عشان نتخطى مرحله
صن داونز، وان شاء الله ان شاء الله تكون الاميره الافريقيه اقل اعتذار عن اي اخفاق سمح للبعض انه يتطاول على كبير الكره المصريه والافريقيه النادي الاهلي. وعشان كده احمد بنأكد ان اللاعبين عليهم مسؤوليه مختلفه تماما. وبجد حابب اتكلم ان جمهور النادي الاهلي لازم ياخد حقه. احيانا البعض يتحدث عن حماس جمهور الاهلي او رغبته دايما ان هو يشوف فريقه في افضل مكان، بس الجمهور ده لازم فعلا للمره الثانيه وللمره المليون ياخد حقه. جمهور النادي الاهلي في كل المواقف لازم بيساند ولازم بيكون واقف. غضبنا نوجهه بشكل صح، مش هنتجاوز اي اخطاء ونعمل ان هي مش موجوده، بس مش معنى كده ان احنا نرجع لنقطه الصفر. وزي ما قلت لكم زي ما راموس قال لن تدوم طويلا، ولكن من جمهورنا نروح للامارات كان عندنا لقطات يا احمد لازم نقف عندها، لان أكيد مجهود الجمهور فيها ما ينفعش الاخفاق اللي حصل يخلينا ما نقفش عنده، لان الناس دي فعلا لازم تاخد حقها. اولها اللقطه اللي كان فيها لمسه وفاء بنشوفها من جمهور النادي الاهلي لواحد من الناس فعلا اللي كان لهم دور دايما في الامارات مع جمهور النادي الاهلي لمشاهدينا اللي مش عارفين، استاذ عماد محروس. كان شخصيه رائعه، كان دايما يا احمد له علاقه مهمه جدا بكل منظومه النادي الاهلي، وكان مشجع حقيقي. مثل هذه اللمسات اللي فيها وفاء النادي الاهلي هو معقلها ومنبعها، وسيظل ابدا وفي لجمهوره، والجمهور فعلا بيقدر بعضه بالشكل العظيم ده. اكيد يا فارس، وفعلا لازم جمهور الاهلي في الامارات يستحق الشكر. ليه؟ لان ده جمهور في اقل من 3 ساعات من وقت فتحه باب التذاكر كان حريص على انه يتواجد ويؤازر فريقه لثقته فيه. هي دي جماهير النادي الاهلي اللي احنا نعرفها واللي احنا دايما بنثق فيها، وفي عز الازمات هتلاقي دايما مدرجات النادي الاهلي ممتلئه عن اخرها. ولكل شيء نهايه. دي كانت لقطه برضو اتعلقت في جميع في مدرجات النادي الاهلي. لكل شيء نهايه وملكها واحد، ملك كره القدم المصريه هو النادي الاهلي. وده مش كلام بنقوله مجازا، لا ده كلام تاريخ شاهد عليه، ارقام شاهد عليه، اساطير شاهده عليه. عايزين ننتقل لحاجه تانية يا احمد، الجمهور لازم ياخد حقه فيها. جمهور النادي الاهلي مش مجرد جمهور، جمهور النادي الاهلي مبدع وخلاق. جمهور النادي الاهلي عرف التيفو او الدخله اللي كان هيعملها جمهور الزمالك في الامارات، وعمل عليها فكره زي كده الكامباك او الريمونتادا على الدخله، بفكره كان نادي الزمالك جمهوره عامل دخله فيها الاهرامات، وبتتحدث عن نادي الزمالك وارتباطه بهذه الدخله. رد جمهور النادي الاهلي في دخله بيرد بيها على دخل جمهور نادي الزمالك، واختراق فكره التيفو اللي هيتعمل وان انت تبقى عارفه وترد عليه، دي رساله لها معنى في ما يخص المشجعين والعارفين بالمنطقه دي. فطبعا جمهور النادي الاهلي مش عايزين نروح لحته اصل احنا خسرنا فبنتكلم في ايه، مفيش حاجه اسمها كده. كل واحد هياخد حقه، وكل مقصر هنحط سبوت على اللي حصل ونقول نقدر نتجاوز ده ازاي. انما الفرق اللي ملهاش شخصيه بس هي اللي بتتهز بعد الخسائر، وتبدا المنظومه يحصل فيها تفكك، ونبدا بنقلط كل الامور بعضها، وده مش هيحصل. مش كل عندنا. من اجاد هياخد حقه، وزي ما احمد بيقول لكم مش عندنا ان شاء الله. ان شاء الله. في صوره استفزت بعض جماهير النادي الاهلي، ولكن انا صوره فرحت بيها جدا، وهي صورة احتفال رئيس اللجنة الخماسية الأستاذ عمرو الجنايني مع كأس السوبر. اللقطة والفرحة والانتصار هي لقطة مشجع، مهم جدا إن احنا نشوف الصورة دي، لأن الصورة دي مع صور تانية كتير خلال الموسم وهنحتاجها في نهاية الموسم، وممكن نحتاجها بعد عشرات السنوات زي ما بنتكلم عن محمد حيدر باشا رئيس الاتحاد. صورة مهمة جدا أسعدتني أنا شخصيا أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يكون بدرجة مشجع لنادي الزمالك، بس عشان فكرة إن شاء الله لما نحسم بطولات هذا الموسم في نهاية الموسم ما يطلعش أي حد يتكلم عن فكرة اتحاد الكرة، حتى ولو كان بيتكلموا من دلوقتي فأعتقد كلامهم مش هيكون معاه أي منطقية أو أي موضوعية. فشكرا للي خد اللقطة دي. اللقطة دي يا أحمد ممكن يكون في البعض أوجد ليها مبررات، بس كان في لقطة تانية مستحيل عاقل يلاقي ليها أي مبرر، والحديث عن هي لقطة ليست خاطئة هو جريمة. احنا وقفنا قبل كده عند سلوكيات هنا في قناة النادي الأهلي حصلت من بعض اللاعبين، وتحدثنا ان هي خطأ وهنرفضها ومش هنقبل اي تجاوز. شيكابالا
الحالة اللي وصل لها في التعامل مع الجمهور هو شيء فعلا مؤسف. اللقطات اللي شفناها واللي مش هنقدر نعرضها بشكل كامل لأن هي فعلا مسيئة للكرة المصرية. شيكابالا يعتبر رمز في نادي الزمالك وجمهوره يراه ما يراه. احنا هنا صعب جدا نشوف صفة الرمزية في لاعب قبل كده أساء لجمهور فريقه، قبل كده أساء لرئيس نادي، قبل كده أساء لشخصية لها احترامها الكامل مننا وهي كابتن حسن شحاتة، وأساء لناس كتير جدا. لاعب بترى فيه الرمزية وهو في لحظة ما كانش عنده أي مانع يلعب مع الغريم التقليدي اللي هو بيشوفه كده دلوقتي. لاعب ما كانش عنده مشكلة أنه يقول أنه يتمنى يختم حياته في نادي آخر مصري غير نادي الزمالك. كل العقلية اللي شكلت هذا اللاعب أنتم أحرار فيها. لاعب موهوم في فكرة الرأس على أنغام شتيمة جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي ويرى في نفسه رمز. زي ما صديقي قال لي، أعتقد أن أسهل حاجة في الدنيا تعملها أن أنت تبقى شيكابالا، ترفع كؤوس أحيانا كل فين وفين ويرى فيك الجمهور رمز، وانت اللي قدمته حاجة قليلة جدا جدا على المستوى السلوكي أو المستوى الاحترافي جنب أصارا جنبهم بسنوات ضوئية، واللي حصل لن نقبلها مهما كانت الظروف، والخسارة مش هتخلينا نتجاوز الموقف المشين اللي هو اعتاد عليه اللاعب. موضوع شيكابالا مع جماهير الزمالك ده شأن يخص شيكابالا وجماهير نادي الزمالك، موضوع شيكابالا مع جماهير النادي الأهلي ده شأن يخص النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. لكن الحقيقة البعض عنده رواسب نفسية كبيرة جدا جدا من خلال سنوات تفوق فيها النادي الأهلي، أو بمعنى أدق اكتسح فيها النادي الأهلي كل المنافسين سواء محليا أو كمان شبه قاريا. فالبعض بيشوف أن الاكتساح اللي كان عامله النادي الأهلي ده مسبب له رواسب نفسية، فبيقدر يطلعها في أي انتصار حتى لو كان انتصار لم يشارك فيه بأي شكل إيجابي، حتى لو كان انتصار بركلات حظ ترجيحية. النادي الأهلي أمام كل المجتمع العربي اللي نقلت له من خلال قناة أبو ظبي المباراة شايف كويس جدا مين الفريق الأقوى، مين الفريق المستحوذ، مين الفريق اللي نازل بشموخ البطل وعنده الإصرار على أنه كان يفوز، أو على الأقل محاولاته للفوز كانت أكتر من فريق كان نازل عشان يوصل لركلات الترجيح. الحقيقة شيكابالا بقوته عند الزملكاوية في مواجهاته المباشرة مع النادي الأهلي لعب 20 مباراة مع النادي الأهلي، 20 مباراة كانت الهزيمة نصيبه في 11 مباراة، 6 مباريات تعادل، 3 مباريات فوز، حقق هدف واحد فقط لا غير. ده شيكابالا أمام النادي الأهلي. ربما يلتمس له البعض العذر لأن الهزائم كانت قاسية، أكتر من حوالي 55% من مباريات هزائم، 3 فوز منهم فوز بلعيبة كنا وقتها 2007 ريحنا الفريق بالكامل بعد ما خدنا الدوري بالظبط، وفوزين آخرين منهم سجل هدف واحد فقط لغير في شباك النادي الأهلي في 20 مباراة. فأعتقد ما قدرش يحقق أي إنجاز قدام النادي الأهلي في الملعب وفي 90 دقيقة أو 120 دقيقة، فلازم يدور على إنجاز آخر يسعد بيه جماهيره خارج نطاق الملعب وخارج نطاق الروح الرياضية. هنا لازم وقفة من كل المسؤولين عن كرة القدم في مصر، لأن ده مش بس أساء لجماهير النادي الأهلي، هو المفروض أنه أساء لنادي الزمالك وأساء للكرة المصرية خاصة وإحنا بنلعب في دولة شقيقة تحتضن المباراة وهي دولة الإمارات. كان لابد أن الصورة اللي تظهر في الملعب عن المصريين تكون صورة أرقى من اللي احنا شفناه. احنا ما استعرضناش الحركة المشينة اللي فعلها شيكابالا لأن صعب جدا نعرضها في قناة النادي الأهلي. أعتقد يا فارس مش بس كمان شيكابالا، ده كمان إذا كان شيكابالا عنده رواسب من 20 مباراة ومن 2003 مع الزمالك، في لاعب جديد في نادي الزمالك هو بيسعى للبطولة مع الجماهير، لاعب أنا مش عارف جات له منين الجرأة أن هو يتحدث بس عن النادي الأهلي أو يفكر أن هو يشير أن هو رقم واحد في وجود النادي الأهلي. لاعب عبدالله جمعة، عبدالله جمعة بعد ماتش الترجي ساب احتفاله مع ماتش الترجي وقال لك اضرب يا بدري،
مع ان الفريق اللي انت لعبته بترجي لا كان في بدري ولا كان في بلايلي ولا كان في سعد بكير ولا كان في ايمن بن محمد ولا كان في هشام الزودي ولا كان في غيلان شعلاني، ما كانش في الترجي اللي احنا قابلناه واللي احنا منتصرين عليه تاريخيا، ما كانش فيه الكلام ده كله. ومع ذلك انتصار حر انت تفرح بيه، لكن مش على حساب النادي الاهلي. لكن كمان تسجل ركله ترجيح وانت احتياطي في فريقك، وبدل ما تحتفل مع جماهير ناديك رايح تحتفل عند جماهير، او بمعنى اصح تستفز جماهير النادي الاهلي، ده مش سلوك لعيب كوره. انا اسف، واحنا هنا قلنا قبل كده وفاكرين قبل كده وقائع شيكابالا اللي حصلت، قلنا المخطئ سواء من لعيب الاهلي او من لعيب الزمالك او من لعيب اي نادي لازم يتعاقب. انت لما تعاقب المخطئ هتقلل التعصب، لان المشاهد اللي احنا شفناها دي هي المشاهد اللي بتصنع التعصب يا فارس. وده اللي انا بقوله يا احمد، هتجيب اي لقطه لاي لاعب انا برد عليك قبل ما انت تفكر ترد، عشان البعض بيجيب لقطات ويرد. انا عايز اقول لك حاجه، اي لاعب اخطا في تصرف في سلوك مشين احنا مع عقابه حتى لو من نادي الاهلي، بس الفرق ان لما ده بيحصل احنا بنقول كده، انت بتؤيد هذه التصرفات بالعكس بتصنع منها بطوله. وانا الحقيقه عايز اقول حاجه، اللقطات دي بتدل ان حتى في لحظه فوزك ولحظه تحقيقك انا للبطولة شغلك، انت مش قادر تنساني، انا شغلك نفسيا، انت عارف ان انت مكانك وصيف البطل، فلما بتصل لمكانه ومنزله هي غير منزلتك، فانت عارف كويس قوي ان فرحتك مش الاكبر في المكانه دي، لانها مش هتستمر. انت فرحتك في انك تحس انك انت متفوق على البطل، انت مش قادر تنساني، بتلعب فريق في تونس وفاكرني انا برضو، بتلعب هنا وبتربط الاحداث وكانك حققت بطوله، حققت بطوله، بس صدقني تصرفاتك هي اكبر دليل على الضعف. وان كان ده كلام عام، نيجي للارقام. عبد الله جمعه، احنا استثنينا المباريات اللي ما شاركش فيها كاساسي او ما لعبش فيها دقائق، يعني حتى السوبر المصري اللي فات اللي فزنا فيه 3-2 احنا مش حاسبينه في المباريات يا احمد، لانه ما شاركش. عايزينه في ارض الملعب. في ارض الملعب يا عبد الله يا جمعه، وانت بتلعب ولاعب عندك شخصيه وجرينتا وبتعرف تعمل كده وبتعرف تنتصر لفريقك، تعال نتكلم نشوف المباريات بتاعتك. 7 مباريات امام النادي الاهلي، 4 هزائم وثلاث تعادلات، ما قدرتش تخرج من الملعب وانت فائز على النادي الاهلي في اي مباراه. لو حتى امبارح، بس عشان البعض ممكن ما يكونش بيقول، تعادل النتيجه 0-0 بتتحسب تعادل، لان ضربات الجزاء او ركلات الترجيح بتحسب النتيجه تعادل في النهايه. المباريات اللي خاطها عبد الله جمعه، الاهلي وانبي 1-0، الاهلي وانبي 1-1، الاهلي وانبي 2-0، الاهلي والمصري 2-1 كانت مباراه ببطوله، اعتقد برضو عبد الله جمعه ما كانش قادر ينساها. الاهلي والزمالك 0-0، الاهلي والزمالك 1-0، ثم الاهلي والزمالك 0-0. ده تاريخك اللي اعتقد انت مش ما تعرفوش، انت عارفه كويس قوي، بس انت لان ما فيش جواك انتصار حقيقي يؤهلك ان انت تتحدث عن النادي الاهلي، فكان انتصارك كله في فكره ان انا اصنع بطولة عند جمهور الزمالك. وعايز يا أحمد أقف معاك عند حاجة أعتقد أنت ملاحظها معايا. لاحظ أي لاعب بيبدأ يفقد مكانه الأساسي في نادي الزمالك ويبدأ ما يبقاش لاعب أساسي ويبدأ نجوميته تقل، تلاقي على طول بالتزامن مع ده تصريحات مسيئة للنادي الأهلي أو بطولة مزيفة، لأنه هو مدرك كويس قوي إن ده بيعرف، وانا هقول اللفظ المناسب، يبيع بيه كويس عند جمهور الزمالك يعني. بس مش بس لو مستواه قل، ومش بس لو بعد عن التشكيل، لان احنا معانا لاعب الحقيقه مش شفناهوش في ارض الملعب الا دقائق معدوده، لكن شفناه خارج الملعب وشفناه في صراعات وتطاول وسلوكيات بعيده عن كره القدم كتير جدا، هو اللاعب امام عاشور اللي بيتطاول على وليد سليمان اللي داخل بيفرق بين اللعيبه بحكم خبرته، فوليد وقع فتطاول عليه، دي لقطه مهينه لتاريخ كروي كبير جدا اسمه وليد سليمان، من لاعب لا يملك سوى دقائق في ارض الملعب. وزي ما قال فارس، الناس دي بتعرف تبيع لكن الناس دي ما بتكملش. والحقيقه لو عايزين دليل على ده شوفوا كلام كتير كان اتقال، كان في لاعب طلع قال يا ترى الدوري هيطلع من نادي الزمالك امتى؟ يا ترى مين يعيش؟ ما شفناش الدوري رجع نادي الزمالك وكنا واثقين، وبعد زي ما بيقول فارس وهو كمان ما شفناهوش. في لعيبه بتبقى اساطيرها في قصف الجبهات مع الجماهير، ده شيء يعنيها، لكن عند النادي الاهلي لازم هنقول له اقف. وهنا بقى لازم نطالب لجنه الانضباط يا فارس بعقوبات.
احنا خاصة لما يكون في لوائح وقوانين بتحكم المسابقة. بص عشان نبقى بنكلم الناس في فلسفة ما ينبغي أن يكون وما هو كائن بالفعل. ما ينبغي أن يكون ده اللي احنا بنتكلم فيه كل حلقة. وما هو كائن بالفعل اللي السيد عمرو الجنايني ولجنته الموقرة عايزاه. فإحنا بنتكلم ما ينبغي أن يكون إن إيقاف 6 مباريات وغرامة 100,000 جنيه زي ما اللائحة بتقول فعل فاضح إشارات مشينة على أحد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام. نعتقد إن ده النص. هنشوف هيتطبق إيه من جملة حاجات يا أحمد ما شفناش أي تطبيق ليها وخروقات واضحة للوائح والعقوبات. وأعتقد هل اللي كان بيحتفل يا أحمد هل اللي كان بيحتفل هيوقع عقوبات؟ هل ترى الخلفية الذهنية لمسؤول فرحان بعقلية مشجع في الملعب هينفذ عقوبات؟ أعتقد مش هيتنفذ عقوبات، وأعتقد للأسف هنمشي في مرحلة توازنات كالعادة، أو عاقب من هنا أو عاقب من هنا. بس احنا هنا لازم نلفت الانتباه لنقطة، في لجنة الانضباط لما بتعاقب لاعب وبتتكرر تاني السلوكيات دي فتبقى العقوبة مشددة. حابين نؤكد ان شيكابالا تم عقوبته قبل كده من قبل لجنه الانضباط برضه بسبب هتافاته مع جماهير الزمالك في شهر سبتمبر الماضي بعد احتفاله بكاس مصر. النهارده بيكرر نفس الحدث، فاعتقد لازم تكون العقوبات مغلظه، وننسى بقى فكره اصل بنخاف منه والكلام ده كله. احنا ما بنخافش من حد وهو مش متواجد في ارض الملعب، وانتم بنفسكم بتعترفوا ان هو خلاص لعيب احتياطي مش اساسي في فريق نادي الزمالك. لكن لاعب اخطا لازم يتعاقب. لاعب اخطا زي عبد الله جمعه وعمل شراره كانت ممكن كانت تؤدي الى كارثه رياضيه في ملعب، وشكلنا يبقى سيء جدا امام الوطن العربي بالكامل بسبب احتفال صبياني، ده لازم يتعاقب. ولو في لعيبه من النادي الاهلي ثبت عليها انها فعلا اخطات حتى لو كانت رد فعل لازم تتعاقب، ولكن كل واحد يعرف مين اللي اشعل الشراره ومين اللي اشعل العقوبه. لان عايز اقول نقطه، البعض بيردد ما تكسب يا اخي واحتفل زيهم، لا، لان احنا لما بنكسب ما بنعملش كده. احنا عندنا ثقافه الفوز وعندنا ثقافه الهزيمه، عندنا لعيبه عارفه يعني ايه في النهايه انت بتشارك اللاعب ده في منتخب مصر، وارد جدا يكون زميلك في منتخب مصر، ما ينفعش انك تتصور عليه، ما ينفعش تستفز جماهير منافس. وهنروح بعيد ليه؟ من شهور فزنا بالسوبر مباراه 3-2، لو كانت الامور مشت في نصابها الطبيعي دون اصابات للاعبي النادي الاهلي وتغيير مراكز اللاعبين كانت ممكن تبقى اكثر من 3-0، توصل ل5 او 6 وكانت تبقى سكور. ومع ذلك شفنا شريف اكرامي قائد النادي الاهلي وهو رايح للاثنين اللي بنتكلم عليهم سواء شيكابالا او عبد الله جمعه، هو بيواسيهم وبروح رياضيه، حاجه محترمه، حاجه تليق بالنادي الاهلي وبكباتن النادي الاهلي وبلاعيب النادي الاهلي. دي الصوره يا فارس، ده لدكه البدلاء بالكامل، ده القائد وده اللاعب اللي عارف مسؤولياته وده النادي الاهلي. هتتكلم عن اي حاجه هقول لك هي استثناء، وهقول لك احنا رافضينها هنا، اي تصرف صدر من اي لاعب في النادي الاهلي بخلاف المنظر اللي قدامكم ده احنا رافضينه. انت ما بتعملش كده، انت كاعلام اخر ما بتعملش كده. اللقطه دي احمد بقى مختلفه، ده حارس المرمى مسعود حارس مرمى النادي المصري اخطا قدام ازارو وخد وسجل، واللاعب انت هنا مش بس بتواسي نادي، انت بتقول للاعب ان قدامك مستقبل وقدامك مشوار. العقليه دي احمد هي اللي انت محتاج تكون عليها، ودعم لعمر صلاح يا فارس وقت نهائي الكونفدراليه التويته اللي كتبها الشهيره طبعا دعم عمر، لا وده نادي منافس حتى لو في اراء متفاوته في فكره دعم الانديه المنافسه في بطولات افريقيه، ده لاعب بيقدم رساله وبيتحدث عن فكره ان انا مبدئي ان انا بدعم حارس النادي المنافس ده في بطوله كونفدراليه انت خدتها، لعبت السوبر قلت يا بدري وقلت حاجات بتقلل منك قبل ما تقلل من اي حد. الترجي قدام النادي الاهلي، سجل النادي الاهلي في رادس معروف للجميع، معروف لحتى مشجعي الترجي، النادي الاهلي لسه كسبانك في السوبر الماضي بثلاثيه اللي قبل السوبر الاخير. فانت بتتكلم دي قدراتك وده ثقافتك وده النادي الاهلي اللي احنا بنبروز الصور دي، وحتى لما بيحصل خطأ بنقول ان هو خطأ. وهل انت هتعمل ده؟ مش هتعمله، لان انت نفسك دايما بتقع في اخطاء مشابهه ومماثله. النادي الاهلي يا فارس هو مع احترامنا لقيمه كابتن حسام وابراهيم حسن، وفي مباراه مع منتخب مصر في التسعينات وكان في كميه استفزاز من جماهير المغرب في المغرب لحسام وابراهيم، وطبعا حسام وابراهيم وقتها كانوا بينفعلوا بسرعه، فخرج ابراهيم حسن عن النص قبل ما يتوقف من اتحاد الكره،
كانت واقف من النادي الاهلي، واتحاد الكره كان عايز يقلل العقوبه او مده الايقاف، ولكن النادي الاهلي اصر على مده الايقاف لابراهيم حسن. وما ادراك ما ابراهيم حسن، في التسعينيات وافضل باك يمين تقريبا في الفتره دي او في اخر 30 سنه كابتن ابراهيم حسن. ده بالظبط الاهم في 2005، ومش في كره القدم كمان، في الكره الطائره، مباراه كره الطائره اللي الاهلي برضو متسيد فيها افريقيا امام نادي الزمالك، ويخطئ برضو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. الاهلي المصري يشطب ايمن رشدي نجم الكره الطائره. مواقف برضو حصلت بعد انتهاء المباراه. ايمن رشدي توجه لجماهير نادي الزمالك، كان وقتها موجود الباشمهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اتكلم معاه وبعت له مدير النشاط الرياضي انه يتوقف، رفض التوقف وتطاول مع جماهير نادي الزمالك، فكان العقاب الشطب من قبل النادي الاهلي. ده النادي الاهلي اللي بيحاول يرسي مبادئ وقيم واخلاق مع المنافسين. انت بس مش تحترم النادي الاهلي، انت كمان تحترم المنافسين. اللي شفناه في السوبر المصري بالامس مفيش فيه اي احترام لا للذات ولا للمنافس. نتمنى الصوره دي ما تتكررش، وده مش هيحصل الا زي ما قلنا بتطبيق عقوبات على المخطئ. وابراهيم سعيد كمان لو تتذكر في ايام ما برضو كان في سلوكيات لها علاقه بعدم الانتظام، ازاي النادي الاهلي كان متحفظ على ضمه للمنتخب وقتها يا احمد، وكانت قصه شهيره برضو مع الكابتن الجوهري، والكابتن الجوهري خده تدريب منفرد. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي الاسس اللي انت كنادي اهلي محافظ عليها. وارد يبقى في استثناءات مرفوضه داخل النادي الاهلي، ولكن بنلاقي ان الجانب الاخر هو بيرسخ ده، وحتى لو في احيانا وقوف عنده ورفض ليه بيكون من ناس هي نفسها بتمارس نفس السياسات، فبالتالي مفيش اي منطق ان انت تقنعني بفعل انت نفسك بتمارسه وما ينفعش تشجبه. ولكن بعيدا عن كل الافتراضات يا احمد اللي احنا بنتكلم فيها، في مجموعه من الاشخاص مش مفترض ان يكون لهم علاقه بالسيناريو بتاع الافتراضات والسيناريو بتاع ده خطا ولا صح. انت لك لوائح وعقوبات، هم دول اللي نتمنى يا احمد ان يكون ليهم موقف واضح وصريح، واتمنى ما يكونش فيه توازنات، واتمنى مش كل ما اصدر عقوبه على شخص يتقدم التماس لنفس اللجنه فاللجنه تقلل العقوبه. في فرق بين لجنه الانضباط ولجنه التظلمات، نتمنى يكون في نفرق النقطه دي داخل اتحاد كره القدم، ويكون في اللجنتين، ما تبقاش لجنه واحده انا ادي قرار بعقوبة فيتقدم بالتماس المعاقب فيتخفض العقوبة. نتمنى تطبيق اللائحة على اللاعبين اللي أساءوا، كانوا فعلا ممكن يعملوا شرارة مش ظريفة في مباراة المفروض كرة قدم، وفي بطولة المفروض إنها شرفية من حقك تفرح، لكن بعيد عن استفزاز المنافس أو إهانة جماهير المنافس. طب تعتقد المرة دي لو في عقوبات برضه هتعاقب كابتن سيد عبد الحفيظ على خلفيتها زي ما شفنا قبل كده؟ يعني دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ أي عقوبة بتحصل مع أي نادي على خلفيتها كنوع من التوازنات بيكون في عقاب، وأيضا ده مدخلنا يا أحمد للتوازنات، لأن التوازنات مش بتحصل بس في العقوبات، ده حتى في المسؤول لما يجي يبرر قراره الصحيح بيتحدث بشكل من أشكال التوازنات عشان محدش يقدر يلومه. نسمع التصريحات الخاصة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري من رئيس اتحاد الكرة الأستاذ عمرو الجنايني، ونرجع نعقد. خلينا علشان إيه؟ علشان يبقى قولا واحدا. أيوة. رغبة النادي الأهلي فوق راسي من فوق، ورغبة أيوة. نادي الزمالك فوق راسي أيوة. من فوق. أيوة. واحنا بندير اتحاد الكوره، واتحاد الكوره ليه قرار في هذا الموضوع. الله عليك. قرارنا في هذا الموضوع، انا جالي موافقه امنيه بالاستاذ وبالسعه بسعه المدرج هيكون قد ايه، من كل نادي من الناديين هيحضر قد ايه، وده موضوع محسوب. خلاص. احنا قبل كده قلنا اكتر من مره احنا ما بنأجلش يا جماعه بناء على رغبه انديه، مع احترامنا لكل الانديه ووقوفنا مع الانديه كلها في مسافه واحده. استاذ عمرو الجنايني، حضرتك على الهواء مباشره دلوقتي بتعلن ان يوم 24 هو ميعاد نهائي ورسمي ولا تاجيل لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. ليه هتاخدها تصريح؟ ما انا قايل الكلام مش ده تصريح. كلنا وضحنا، ما احنا اصل انا اول مره اشوف انديه تصرح هلعب ولا مش هلعب على كلام حضرتك، وانا موافقك تماما. ملوش النادي ان هو يصرح هلعب ولا نادي يصرح يقول انا مش هلعب، في اتحاد كوره بيدير المنظومه الرياضيه، هو اللي بيصرح وهو اللي بيقول. الله ينور عليك. غير كده ما اعرفش حاجه. اكرر لك تاني. ايوه. عمري ما هأجل ماتش بناء على رغبة أندية، مع احترامنا لكل ليا، الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أجل ماتش هو الأمن. تمام.
هنمشي معاكم في الفقره دي بفكره مختلفه تماما، فكره الزج باسم النادي الاهلي. نادي الزمالك بشكل صريح خرج المسؤولين فيه، هجموا اعضاء اتحاد الكره، أساءوا ليهم في أشخاصهم وليس في سياساتهم، وتحدثوا عن فكرة ضرورة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك قبل اللقاء الإفريقي خاص بالأهلي مع سان داونز ونادي الزمالك مع الترجي. نادي الأهلي موقفه الرسمي المعلن إلى الآن أنه هو لم يتحدث عن طلب تأجيل، ده موقف الأهلي المعلن. كل المسؤولين اللي هتشوفوهم هتلاقيهم بيتكلموا في فكرة الأندية. لو انت كمتلقي من خارج مصر قاعد بتتفرج على الفقره هيجي لك انطباع مباشر ان النادي الاهلي طالب التاجيل ونادي الزمالك طالب التاجيل واتحاد الكره رافض. لا، احنا بنوثق ونرسخ ان النادي الاهلي مش طرف في القضيه الى الان. النادي الاهلي لم يطلب التاجيل ولم يخرج منه اي تصريحات رسميه بهذا الصدد. حضرتك عايز تعمل قوانين وتعمل لوائح وتؤكد على انتظام المسابقه، حضرتك تحدث مباشرة عن النادي اللي بيطلب غير ده. بص، احنا زي ما قلنا هي قصة توازنات. نادي الاهلي وانبي اتكلمنا فيها قبل كده، المباراة 27، مباراة النجم بقت يوم 26 فقدموها يوم 22، فاستاد القاهرة قال ما عندناش موافقة او من 20 ل 25 مشغولين، فهنودي مباراة انبي فين؟ فأجلنا الاهلي وانبي، طب نأجل معاها الزمالك والمصري. عديناها، لكن المرة دي بقى النادي الاهلي انت بتدخله ليه في جملة من الاعراب؟ هل الاستاذ عمرو الجناني فقط لا غير اللي دخل النادي الاهلي في جمله عن مباراه القمه المزمع اقامتها يوم الاثنين؟ لا، نشوف كمان الاستاذ احمد عبد الله او الكابتن احمد عبد الله قال ايه. يا دكتور احمد، القمه يوم 24، هل في اي قرارات وصلتوا ليها بتاجيل عمر القمة؟ احنا ما جلناش حاجه، احنا كنا من اول يوم صراحه في موضوع التاجيلات. اتقال ان احنا بناجل على اثنين بيلرز اللي هم يا اما تاجيل امني او توجيه امني بتأجل عليه، يا اما تغيير في الكالندر بتاعت الماتشات الافريقيه وبالتالي بتأجل عليه. احنا ما عندناش حاجه، عندنا موافقه امنيه للماتش اللي اتلعب عادي جدا. تمام. وبعدين انت الماتش بتأجل من الاسبوع الرابع، عمر هنلعبه امتى؟ يعني طيب. هتلعب امتى؟ بس فاحنا ما عندناش حاجه جت لحد يعني يا دكتور لو سالت حضرتك وقلت لحضرتك يعني بشكل مختلف ان الاهلي والزمالك لو تقدموا بطلب لتاجيل المباراه فالاتحاد المصري لكره القدم واللجنه الخماسيه متمسكه باقامه المباراه يوم 24 حرصا على المصلحه العامه، صح كده؟ ممكن اسالك سؤال يا عمر؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. هو النهارده يوم كام؟ النهارده يوم 19، بكره يوم 20 الماتش. طب ما قدموش طلب ليه؟ تمام. يعني تمام. ما تقدمش طلب ليه؟ هو انت جاي تقدم لي طلب بعد الماتش ما يتلعب؟ تمام. يعني فاهم قصدي؟ وبرضه انا مستغرب جدا موضوع ان الناديين يتفقوا ان هم مش هيلعبوا، برضه غريبه جدا. يعني غريبه جدا يا عمر بصراحه، انا ما شفتهاش قبل كده. يعني لو حصل يعني انا بلعب انا، لا انا عمر فرقتي هتلعب فرقتك يا عمر، بعدين نفسي نلعب النهارده نقدم طلب للاتحاد نلعب بكره، يعني انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه. يعني ما شفتهاش. كابتن احمد عبد الله، خليني ابدا من حيث انتهيت. ما شفتهاش قبل كده؟ حضرتك ما تابعتش الموسم اللي فات؟ ما تابعتش رؤساء الانديه وهم بيتفقوا على تاجيل مباراه عشان النادي الاهلي يلعب الاول مع بيراميدز؟ نادي الزمالك ونادي بيراميدز اتفقوا على تاجيل مباراه الموسم اللي فات وما اتلعبتش، فما تقولش ما شفتهاش قبل كده. النقطه الاهم ده لا يعنيني الموسم اللي فات، خليني في الموسم اللي حضرتك فيه. النادي الاهلي يمكن الكابتن عمر ربيع ياسين قدر السؤال لو النادي الاهلي قدم على تاجيل او الزمالك ما شفتهاش قبل كده، لكن ليه برضه فكره الزج باسم النادي الاهلي؟ ايه اللي صدر من النادي الاهلي وانتم متابعين كويس قوي ومتابعين الميديا كويس قوي وبتسمعوا كل حاجه كويس قوي ومركزين فيها، ايه اللي صدر من مسؤول داخل النادي الاهلي يشير من قريب او من بعيد عن تاجيل مباراه القمه يوم الاثنين القادم؟ وهو ده استثناء في اتحاد الكره ولا ده اغلب الفلسفه الواضحه اللي احنا هنتكلم في الاعلام بفكره ان الناديين عايزين التاجيل؟ نشوف الكابتن محمد فضل والفيديو اللي بيتكلم فيه ايضا عن تاجيل المباراه ونرجع نعقب. فضل كابتن فضل، افرض الاهلي والزمالك اتفقوا ان هم ياجلوا. يا اسلام، يعني الاهلي والزمالك هم اللي بيديروا الكره المصريه، مش في انديه ثانيه؟ مش في اتحاد مصري؟ مش في اتحاد مصري؟ هنا ما نقدرش نلوم على كابتن محمد فضل لان السؤال وجه له، بس انا عايزكم تاخدوا بالكم من الفكره. اعلام بيطرح الموضوع بصيغه دي رغبه الناديين ومتحدث بينفي الفكره عن نفسه مش عن احد الانديه. وعلى فكره ما تقوليش ده مش دوري، لا، لو انت هتتكلم هتقول الى الان
في رغبة من نادي بتأجيل المباراة، والنادي الأهلي موقفه المعلن ملتزم بالجدول، وإحنا مش هنأجل المباراة. ولكن داخل اتحاد الكرة المصري مش دي أبداً السياسات، سياسة التوازنات هي اللي بتحكم. الغريب ان تحس ان السؤال متوزع، يعني السؤال ده بيساله بنفس الفكر، ده بيساله بنفس الفكر، برضه ليه دخل النادي الاهلي في الموضوع؟ طب ما نشوف المدير الفني للنادي الاهلي كان رايه ايه اصلا لما اتسال عن تاجيل المباراه، وده راجل محترف. اعتقد رينيه فايلر مواجهه الزمالك يوم 24 وارفض تاجيل المباراه. طبعا ده تصريح للمدير الفني، ولكن احنا اعتدنا دايما في النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيبقى فيه توازن او حديث بين الاداره والجهاز الفني، سواء بقى مباراه هتتلعب، مباراه هيتم تاجيلها، مباراه وديه، مباراه اعتزال، مباراه تكريم، دايما في اسس بيمشي من خلالها اداره النادي الاهلي. يمكن اشهرها كان كاس مصر 97 لما النادي الاهلي او كابتن صالح سليم رحمه الله عليه كلم الجهاز الفني ياخد منه الموافقه الاول ان المباراه النهائي تتلعب بالنهار عشان جماهير الاسماعيلي تقدر تتفرج على المباراه وتقدر ترجع. ما خدش القرار من نفسه الكابتن صالح سليم برغم هو كابتن صالح سليم، ولما الجهاز الفني وافق على لعب المباراه بالنهار تكريما لجماهير الاسماعيلي وقدر الاسماعيلي يحقق اللقب اتلعبت المباراه. فاي تصريح صدر عن النادي الاهلي غير ده يا ريت اي حد وهو بيسال السؤال يقول لنا ايه التصريح اللي صدر من مسؤول غير المدير الفني. اعتقد نهينا الفقره بكل تفاصيلها، ونتمنى عدم الزج باسم النادي الاهلي مره اخرى في عمليه التوازنات، سواء تصريحات اعلاميه او كمان ردود من قبل المسؤولين في اتحاد كره القدم. نطلع فاصل نرجع فقره اون سبورت ان شاء الله. ورجعنا لكم وتاني فقراتنا اون سبوت. اون سبوت هي ضوء بيتحط على بعض النقاط اللي محتاجين نقف عندها. هنا داخل قناة النادي الأهلي نحن نتمتع بالحرية الكاملة في تقييم الأمور فنيا في إطار أنت لازم تعمله. الأخطاء الفنية وبرضو الإجادة الفنية ده شيء موجود في العالم كله، ودي طبيعة أي مباراة. مفيش مدرب في العالم مهما كان مين اسمه أو حجم بطولاته إلا وعنده بعض الأخطاء الفنية وبعض الأمور اللي بيجيد فيها. للحقيقة فايلر في المباراة دي أجاد في حاجات، وكان في بعض الأمور الفنية السلبية هنتكلم عليها بشكل عام. شفت المباراة الأول إزاي يا أسامة؟ أكيد طبعا شفت المباراة إن احنا كنا الأقرب للفوز، محاولاتنا على المرمى هي الاكثر. وهنا لازم بس نوضح نقطه في البدايه، هي فكره الفريق اللي بيلعب للفوز بتبقى مهمه المدير الفني لهذا الفريق اصعب بكتير جدا من مدير فني بيلعب لوصول النتيجه للتعادل. بالظبط، فهي من اسهل حاجه في كره القدم انك توقف صفوفك وتدافع وتركن الاتوبيس او حتى تلعب بطريقه مختلفه. حابين بس نقول ان في بعض الايجابيات لازم نتكلم فيها وفي بعض السلبيات. الايجابيات ان احنا شفنا فارس نادي الزمالك عنده محترفين بيجيدوا جدا انهاء الهجمه، يعني لو شفنا مباراه الترجي كان فرجاني ساسي عنده بيقدر يعمل ثرو باس كويس، اشرف بن شرقي بيفنش كويس. فانك انت تلعب مباراه 90 دقيقه والامكانيات دي شفتها قدام بطل افريقيا حتى لو كان سابق، حتى لو كان ساب لاعبين نجومه، لكن في النهايه كانت مباراه كبيره ومباراه صعبه وقدر يلعب على رد الفعل والهجمه المرتده. انك تبقى 90 دقيقه تقريبا مش شايف محمد الشناوي في الملعب، ده اكيد نجاح للجهاز الفني ونجاح للاعبين اللي كانوا في الملعب، خاصه كمان وانت بتلعب خط دفاع متقدم جدا. يمكن تقريبا معظم الكادر اللي بينقل المباراه كان بيجيب رامي ربيعه وياسر ابراهيم على دايره المنتصف، فكونك تعمل ده وتستحوذ على الكره. طبعا الاستحواذ ما هوش البطوله، وفي النهايه البطوله بتذهب للي بيحقق الفوز باي طريقه، لكن مش عاوزين فكره اننا نشوف كل حاجه سلبيه في المباراه. لا، انت صحيح. كنت بتلعب بشخصيه بطل، كنت قادر توقف مفاتيح لهبهم تماما اللي كانت لسه من 4 أو 5 أيام جايبه لهم بطوله افريقيه. مفيش اي تهديد لمرمى محمد الشناوي تقريبا ما كانش موجود في المباراه، فكل دي ايجابيات. لكن السلبيات اللي طبعا لازم نقف عندها هي فكره ان انت مش قادر تنهي الهجمه، فكره ان انت توصل 16 مره عند المرمى وما زال عندنا فكره الفرصه ان 2 اون تارجت فقط لا غير. الزمالك في المباراه كلها في النهايه 2 اون تارجت. شوف انا بس قبل ما انقل لك الكلام، انا شايف
ان لو رجعنا الاحصائيات مباراه الاهلي وحرس الحدود اللي لعبها طارق العشري الموسم ده مع النادي الاهلي، كانت محاولات النادي الاهلي امام مرمى حرس الحدود 18 محاوله، صحيح، ومحاولات حرس الحدود 4 محاولات. لو رحنا لمحاولات نادي الاهلي امام الزمالك في السوبر المصري هتلاقي 16 محاوله و6 للزمالك. يعني تقريبا المباراه كانت ماشيه في الشكل بتاع مباراه حرس الحدود. انت قدرت من تسديد العمر السوليه، انت قدرت من تسديد العمر السوليه تنهي المباراه. وقتها بعض النقاد الرياضيين قالوا على طارق العشري ما ينفعش تلعب الكره دي، صح. ولكن البعض بيهلل لما تحصل الامور دي، ودهاء ودهاء وتفوق ولعب في حدود امكانياته. كويس جدا ان مصطلح لعب في حدود امكانياته ده بيظهر قدام اللي لعب في حدود امكانيات البطل والنادي. للامانه احمد كابتن حازم امام قالها امبارح، وحتى تحدث عن قوه النادي الاهلي بالمقارنه بالترجي نفسه. طيب احنا عايزين نتكلم بشكل مختلف شويه. طبعا اكيد انتوا اتفرجتوا على الاستوديوهات التحليليه وسمعتوا اغلب اللي اتقال فيها. عايزين نتكلم في حاجه مختلفه، فايلر ايه الايجابيات وايه السلبيات في اطار عام بعيدا كمان عن الاطار الرقمي. اي مدرب في العالم عنده 3 تاسكس اساسيه، التحضير لما قبل المباراه، بيعمل سكاوتنج على الفريق، بيتفرج كويس، بيشوف نقاط القوه نقاط الضعف اللي بيبدا يحط حاجتين من خلالها، التشكيل والاستراتيجي جوه الملعب. ده فايلر نجح فيه قد ايه؟ هنقف عنده. تاني حاجه المدرب داخل المباراه، ادارته للمباراه نفسها، لان اوقات كتير يا احمد بعد ما انت حطيت الاستراتيجي دي وانت حضرت بشكل معين وارد تتفاجئ في المباراه بظروف مختلفه زي ما حصل مع فايلر قبل كده في اصابه قلبين دفاع، وتعامل مع المباراه ازاي. ثالث حاجه التهيئه النفسيه للاعبين. لو اتكلمنا في اول حاجه وهي التحضير للمباراه، انا اكاد ازعم ان دي من افضل المباريات اللي فايلر حضر ليها. فايلر تعامل جيدا جدا مع كارتيرون كمدرب رد فعل. كارتيرون دايما في الفرق اللي بتكون عندها هجوم بيلعب على سياسه رد الفعل، ما بيوجدش حلول لفتح الثغرات في الاساس بقدر ما هو بيستنى الفريق المنافس بطريقه ويت اند سي، ويستنى يبدا يشوف الويك بوينت في الفريق المنافس ويبدا يلعب عليها بشكل مباشر، وعمل كده مع الترجي. فايلر كان عارف ان دايما تضرب الطريقه دي بان انت تحاول تسجل مبكرا، ودايما يبقى التيمبو بتاعك عالي. التيمبو ده اللي هو ايقاع الفريق، شفنا في مباراه بيراميدز احمد واتكلمنا هنا وانت اتكلمت كمان معايا فكره ان الايقاع ما كانش سريع، فما قدرتش تخترق التكتلات بتاعه بيراميدز. فايلر عمل ايه؟ لعب جيرالدو، وعشان كده جيرالدو كان موجود فليفت وينجر، من اسرع اللاعبين، من اكتر اللاعبين اللي بيقدروا يعملوا يسرعوا التيمبو، ولعب محمد هاني، ودي اختيارات ما كانتش عشوائيه، وحسين الشحات. عمل حاجه اللي هي هاو تو ستريتش ذا فيلد، ازاي توسع الملعب من خلال جناحين بيلعبوا على الاطراف وتفضي كمان للعمق، لان دي الطريقه اللي تضرب بيها التكتل. لو انتوا شفتوا فايلر في الدقيقه 3:48 ثانيه، وانفعال نادرا ما يحدث من فايلر على الكره اللي اضاعها اجاييه وجيرالدو. ليه؟ هي دي اللي هتفتح المباراه. بالظبط يا احمد، هو ده. فايلر كان باني كل السيناريو بتاعه على ان انت بالتيمبو السريع اللي الزمالك ما يقدرش يتحمله في بدايه المباراه تبدا تخطف هدف في بدايه المباراه، والزمالك يفتح فتسجل اكتر. حسن حظ كارتيرون وسوء توفيق الاهلي في انهاء الهجمه اللي وصلنا، لان انت دايما في قاعده بعد 60 دقيقه بيبدا الفريق اللي بيلعب هاي تيمبو التيمبو بتاعه يقع. ده طبيعي، مستحيل بدنيا ان انت تحافظ على التيمبو لاكتر من 60 دقيقه، ودي الحاجه اللي بدات تقع عند النادي الاهلي. وهنا نبدا نيجي لاداره المباراه يا احمد، وهي النقطه الثانيه. بالظبط يا احمد، كان ممكن التدخل يكون قبل الدقيقه 70. احنا كده ماشيين على نسق واحد زي ما انتم شايفين، فكره تاخير التغييرات نسبيا. ده اللي حصل، انت كان في وقت مبكرا محتاج تدي تغييرات بدري، كهرباء نزوله حتى من بدايه الشوط الثاني، والفريق يحافظ على نفس التيمبو ونفس الاختراقات وفرص اعلى في التسجيل. وده اللي شفناه حصل لما كهرباء راح في المحاولات المباشره على المرمى، لان جناح غير جناح. جيرالدو فكرته ان هو بيروح لحد الخط ويعمل الكروس باس سواء ارضي او ايرلي كروس بشكل فيه سويرف. كهربا بيدخل للعمق وبيحاول يلعب على المرمى. لا خلينا نقف هنا نقطه، لان لا كان واضح من الشوط الاول تحديدا، دي اللقطه طبعا اللي انفعل فيها ريني فايلر، وفعلا بص يا فارس في الدقيقه 4 مهم جدا ان احنا نشوفها. بالظبط الدقيقه 4 اول مره هو بيتكلم نفسه بالزبط. في ان دي اللي انا بلعب عشانها، هي اللقطه دي، هي اللحظه دي. بالظبط،
ده عمارة طبعا متابع معانا، لكن الفكره كلها في فكره جيرالدو امبارح ما كانش بيلعب بالشكل الشوط الاول على الخط بشكل كبير جدا، لا كان كمان عنده تعليمات ان هو بيزيد كراس حربه تاني، شفناه في كوره اجاييه في الدقيقه 4 اجاييه قطع الكره ضغط على الوينج المباراه اللي كانت تعليمات فايلر، وفي الدقيقه كمان 11 قدر يسجل هدف اللي كان فيه حسين الشحات متسلل مش مجدي قفشه، وهنا كان مجدي قفشه كان لازم ياخد هو القرار بانه يروح، لان كان هيروح مفيش خالص ضربت خط الدار تماما افضل من انك ترجع للشحات، لكن طبعا القرار بيتاخد في اقل من الثانيه. وكمان في الدقيقه 18 راسيه لجيرالدو من على حدود الست ياردات لكن تعامل معها بشكل مش ايجابي، اعتقد كان واضح جدا تعليمات ان جيرالدو يزيد داخل ال 18 ويسبق حازم امام بسرعاته ويلعب داخل ال 18، ولو محاوله من الثلاث محاولات المحققين دولت لجيرالدو سجل بس منها واحده كان كلام اختلف تماما عن رينيه فايلر. صحيح، وكان هيبقى حقق، وعشان كده انا بقول هي دي نسبيه كره القدم. زي ما كان في افكار ايجابيه وكان في بعض الافكار السلبيه، عايز اقف عند حاجه برضو، التغيير الثالث لمتولي. يعني انا هنا قبل كده اتكلمت مع احمد في فكره تغيير متولي في ام درمان، وكان في اختلاف ان ده تغيير انطباعه ان انت عايز تحافظ وتخرج بالمباراه لبر الامان وانت متفوق، كان في اختلاف وده طبيعي في كره القدم. المباراه دي الانطباع ممكن انت تكون شايف ان متولي هيسدد ركله الجزاء جيده او ان انت محتاجه، ولكن ادى انطباع ان انت عندك قناعة حتى لو في الدقائق الأخيرة أن أنت مرتضي بالنتيجة، وقد يكون اللاعبين برضو شافوا ده في النهاية حسابات المدرب. بس دي 88 يعني هو واضح جدا أنه داخل عشان يسدد ركلة الجزاء، يبقى ده غير انطباعي. دي 88 أنا أعتقد أن فلسفتنا لآخر لحظة كنا بنبحث عن الهجوم، ضربات الجزاء دي النقطة الثالثة. ومع ذلك لحظة بس، ومع ذلك في الدقيقة 89 بيكرر نفس السيناريو مع جونيور أجاييف، نفس الكرة استلام، لو كان استلامها بشكل إيجابي أفضل من كده ولعب على المرمى كان نقدر نخلص المباراة. عندنا فرص كتير جدا ضاعت من المباراه ديت، لازم حل لفكره انك تنهي الهجمه بشكل صحيح، انك تلعب على المرمى بشكل صحيح، انك تسجل بشكل صحيح، دي محتاجه هدوء من اللاعبين. وربما بعد نزول كهربا اعتقد لا ما كانش كهربا يكون افضل، لان كهربا نزل مشغول بحاجات تانية كتير جدا غير فكره التركيز على المرمى. انت بتتكلم في اولا كهربا عمل إضافة فنية فيما يخص فكرة الجناح اللي بيلعب بشكل مباشر على المرمى. كهربا نفسيا وجمهور النادي الأهلي يا جماعة صريح، اللاعب نادي الأهلي لازم بيكون تركيزه طول الوقت فنيا قبل أي حاجة تانية. ضربات الجزاء يا أحمد، وهي النقطة من النقاط المهمة جدا، كان في حوار عليها بين المشجعين. أنا حابب أتكلم في حاجة للأمانة، في نوعين من أنواع المدارس في التعامل مع ركلات الترجيح بالنسبة للمدربين. اكيد طبعا كل مدرب بيجهز لاعبين، بس في فريق لما بيشوف مين ستاندنج ومين قادر يلعب ضربات الجزاء وبيتحدث في فكره ان بيشوف اللاعبين مين عنده استعداد يسدد والاستعداد نفسه والالتزام. اكيد، وفي مدرب بيكون حاطط الاسماء في كل الاحوال. على فكره المتابع لعقليه فايلر، الموضوع مش صدفه، فايلر في مباراه بلاتينيوم في المؤتمر الصحفي تحدث يا احمد عن فكره ان هو ما بيرغمش لاعب معين بتسديد ركلات الجزاء، وان هو عنده لاعبين هم الافضل في التسديد، ولكن لو لاعب مش حابب يسدد ركله الجزاء بيستبعده منها لانه مقتنع ان اللاعب يكون مؤهل نفسيا. في مدرسه تانية بتقول لا، عايزين نقف عند لقطه المغرب التطواني، لقطه عماد متعب، جريدو في المباراه دي كان عماد متعب عليه ان هو يسدد الكره. عماد متعب كان مختلف مع طريق فكرة الترتيب، وكان شايف ان هو نفسيا داخل المباراة مش مهيأ لتسديد ركلة الجزاء. نتحدث فيها دي شأن آخر، ولكن بنتكلم في الفرق بين الطريقتين. دخل كابتن حسام غالي وأضاع الركلة. إذن إحنا أمام طريقتين. أنا لو بتسألني أنا بميل لفكرة إن اللاعبين اللي هيكونوا بيسددوا يكونوا مجهزين، ولكن في مدرسة تانية بتقول إن اللاعب لازم نفسيا يكون مهيأ لتسديد ركلة الجزاء، وده اللي فايلر عمله امبارح. كنت اتمنى ان بادجي ومحمد هاني ما يكونوش من المسددين، ولكن اللاعبين ارتقوا ان هم محتاجين يسددوا وان هم مؤهلين لده. في النهايه ركلات الترجيح هنقف عندها، لان في عامل كمان لا يمكن ان نغفله له علاقه بتقدم حارس نادي الزمالك، ولكن المباراه في مجملها فايلر حضر جيدا، ما نقدرش نبخسه حقه في التحضير للمباراه ومذاكرته للمباراه وقراءه عقل كارتيرون. في النهايه المباراه نتيجه مهما كان تحضيرك، وده اللي حصل بين يورجن كلوب ودييجو سيموني في النقاش الاخير في الفوز بتاع اتلتيكو مدريد على ليفربول. تحدث في تصريحات يورجن كلوب عن هو مش متاكد اذا كان دييجو سيميوني مركز في المباراه اصلا ولا لا، لان هو قال انا كنت شايفه طول الوقت مشغول بتحميس الجماهير. هي في النهاية النتيجة اللي الناس ردت بيها. هنتمنى إن في المرات القادمة التحضير
يتوازى معاه توفيق النادي الاهلي والتركيز في بعض النقاط، وفي ناس ما ينفعش انه بخصم حقهم داخل المباراه. انا عايز اقول ان التغيير دايما الناس بتحكم عليه بنتيجه التغيير، لكن مثلا انت ضربت مثال بليفربول واتلتيكو، انت لاتلتيكو متقدم 1-0، يورجن كلوب خرج ساديو ماني وخرج محمد صلاح، وهم اخطر اتنين تقريبا لعيبه في افضل 4 لعيبه في العالم. لا هو محتاج قال اسباب تغييرهم يا احمد ان كان متوقع ان هو لاعب ساديو ماني هيحصل على انذار لان اللعيبه بتستفزه، فهو في النهايه سبب فني وده اللي بيحصل. التغييرات اكيد مفتاحها مع المدرب ده اكيد، ولكن احنا بنفكر معاكم لان اكيد الجمهور بيكون ليه تساؤلات. هو اكيد الجميع اتفق على نقطه مهمه جدا، وهي فكره ان لازم في المباريات اللي زي دي تسال عن الهيستوري بتاع اللاعب، خاصه وليد سليمان واحمد فتحي، لاعبين خبره، لاعبين لهم ثقل داخل الملعب، لاعبين بيعرفوا يتعاملوا، بيجيدوا في المباريات الكبيره. عارفين طبعا وليد سليمان بيتالق جدا امام نادي الزمالك وبيقدر يسجل، والجناح اللي بيقدر يخلص امام المرمى. جيرالدو عمل مباراه كبيره جدا، حاول قدر امكانياته، لكن في النهايه الفينش بتاعه ما كانش مظبوط. لكن البعض قال ان وليد سليمان هو في التسخين حس بثقل في العضله الخلفيه، فده اللي ممكن اجل التغيير. لكن في النهايه المباراه انتهت بركلات الحظ الترجحيه، وده كان كلام روبرتو كارلوس طبعا، قال ان اتابع الكره المصريه بشده ولكن المباراه انتهت بالحظ، وده ما ينفعش نغفله يعني. لكن في النهايه في شغل اتعمل وقادرين، واحنا فنيا اعلى، وان شاء الله لنا مباريات قادمه نكمل على نفس المستوى الفني. ومستوى الفني النادي الاهلي ما فيش قلق منه فقط، لغير هو ده اللي بقوله، ما ينفعش نرجع لنقطه الصفر. يعني اكيد اي جمهور في العالم يا جماعه بيقيم، بينتقد سلبيات وايجابيات، دي طبيعه الفنيات في العالم كله، ولكن ما ينفعش ننكر كل اللي حصل ونرجع لنقطه الصفر. وعشان كده في لاعب وسط الهزيمه كان لازم ياخد حقه، وهو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مدافع بيثبت في كل اختبار ان هو مدافع بيثبت اقدامه على طريقه المدافعين الكبار. ياسر ابراهيم استخلص الكرة 14 مرة، تاني أعلى معدل لاستخلاص الكرة. كمان ياسر إبراهيم تمريراته الصحيحة، ودي حاجة اللي هتخليه يثبت مع فايلر فيما بعد، 34 تمريرة عرضية صحيحة من 35. تعتقد أن التمريرات أغلبها جانبي؟ لا، ده 56% منها أمامي. مش مدافع متهور، ارتكب خطأ واحد، فاز بأربع كرات هوائية من أصل 4، وده رقم مميز جدا. تمت مراوغته 0، محدش قدر يتجاوزه، فقد الكرة مرة واحدة. بقول لياسر إبراهيم أنت في طريقك لمنتخب مصر لو حافظت على أرقامك وحافظت على تركيزك وحافظت على فكرك والتزامك داخل الملعب اللي أنا بحييك عليه بشكل شخصي. الجميل في ياسر إبراهيم أن تألقه في المباريات حتى بعد غياب، وكمان في مباراتي السوبر، يعني سوبر سبتمبر، كان ياسر إبراهيم أحد نجوم القاهرة، رغم أنه طلع مصاب. مباراة الهلال في مدرمان مباراة كبيرة، مباراة الزمالك اللي اتلعبت السوبر الأخير، فبالتالي بيتألق في المباريات الكبيرة، وده بيعكس شخصية اللاعب وعدم رهبته خاصة لما يكون مدافع. النقطة بس الوحيدة اللي محتاج تظبيط شوية هي الكرات الطولية اللي بتتلعب من ياسر إبراهيم، ودي بتيجي مع الوقت، لكن هو كمدافع مكسب كبير جدا وأحد مكاسب مباراة السوبر. نتمنى له التوفيق فيما هو قادم. كذلك أليو ديانج بيحافظ على تصدره الأكثر استخلاصا، أليو ديانج محترف، نتمنى بشكل كبير جدا يكون عندنا المحترفين على طريقة أليو ديانج وعلي معلول، هتفرق كتير جدا. عندنا أفضل لاعبين محليين داخل الدوري المصري، لو كمان أجدنا في اختيار محترفين على زي أليو ديانج وعلي معلول أعتقد الأمر هيختلف تماما في أفريقيا. أليو ديانج استخلص 18 كرة، وده الأعلى استخلاصا كالعادة من أليو ديانج. لكن عندنا لاعب آخر لازم نلقي الضوء عليه، ولازم نوجه له رسالة حفاظا عليه، ونقول له خد بالك احنا جماهير النادي الأهلي في ظهرك، لكن امشي على نهج النادي الأهلي عشان تنجح في النادي الأهلي. من البداية قلنا قدامك مسارين، نتمنى تختار المسار الأنجح وتكون أحد نجوم النادي الأهلي وأساطير النادي الأهلي. الحقيقة البعض بيحاول يشير إلى أن كهربا لاعب فقل نحس على النادي الاهلي، ده كلام طبعا مش صح يتقال على لاعب، ومقصود بيه الدعم، مقصود بيه تحطيم اللاعب معنويا لدرجه ان النادي في موقع في الجول قال كهربا لا يعرف التتويج بكاس السوبر المصري موسم 2015-2016، خسر بقميص الزمالك امام الاهلي، وموسم 2018-2019 خسر بقميص الاهلي امام الزمالك بركلات الترجيح، في اشاره ان اللاعب يبدا تاخد من معنويات اللاعب. حابين نقول لك ما تزعلش، الفكره كلها ان كان في لاعب اخر كان بيتم التعامل معاه بهذه العقليه، وهو مؤمن زكريا. بعد انتقاله للنادي الاهلي تقريبا 6 شهور
جابوا اللقطه دي في مباراه انهزم فيها النادي الاهلي امام الزمالك كانت حديث السوشيال ميديا وحديث مسؤولي الزمالك واعلام الزمالك بشكل كبير جدا، وبدات السخريه الكبيره جدا من مؤمن زكريا في محاوله لتحطيم اللاعب معنويا. لكن مؤمن زكريا اللي بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل ربنا يشفيه يا رب، كان سد ودانه وركز في الملعب واضاف للنادي الاهلي. لذلك لما تيجي تلاقي مؤمن زكريا في مواجهاته المباشره امام نادي الزمالك هتلاقيه بيحطم اساطير عاشت بالسنوات وعشرات السنوات ما قدرتش تحقق مؤمن زكريا في 10 مباريات فقط لا غير، بيفوز 6 مباريات، بيتعادل مبارتين، بيتهزم هزيمتين فقط لا غير، منهم الهزيمه اللي طبعا كانوا بيسخروا منها، ومسجل 5 اهداف. ده مؤمن زكريا اللي ركز في الملعب، حسم طبعا لقاء في الدوري، حسم لقاء في السوبر. اعتقد اهداف مؤمن زكريا في مباراه قمه مؤثره لما يسجل 5 اهداف اعتقد ده رقم كبير جدا. فعايزين نقول للكهرباء سد ودانك عن كل شيء، عن النقد، عن الاشاده، عن فكره التعامل مع السوشيال ميديا، عن فكره تشغل دماغك بالجماهير، اشغل دماغك بكره القدم فقط لا غير، امنح وقتك وتركيزك لكره القدم فقط لا غير. انت مش محتاج ترد على حد، انت لعيب كبير، امكانياتك الفنيه كبيره، مش محتاج انك ترد على حد، انت محتاج فقط لغير انك تسخر امكانياتك دي لخدمه الفريق. وقتها صدقني جماهير النادي الاهلي هتلاقيها كلها في صفك، لكن لو انشغلت بقصف الجبهات والتعامل مع الجماهير اعتقد الموضوع ده مش مع جماهير النادي الاهلي يا كهربا. لكن كلنا ثقه ان طبعا كان في ضغوط نفسيه كبيره عليك جدا ودي حصلت لناس كتير جدا، لكن قدامك طريق مهم جدا زي مؤمن زكريا، وان شاء الله تتالق في المباريات الكبيره لان انت لاعب بالفعل بامكانيات كبيره. مع النادي الاهلي يا احمد اي لاعب يقدر يحقق بطولات ويقدر السي في بتاعه يفخر بيه، تفكيره في حاجة واحدة بس، إن لما البطولات دي تتحقق، لأن النادي الأهلي مش هيتوقف عن تحقيق البطولات، تكون جزء مشارك فيها، ودي الرسالة لكل اللاعبين مش لاعب بعينه. نروح بقى لحاجة تانية، في وقت الهزيمة إحنا اتكلمنا هنا عن أي حاجة لها علاقة بسلبيات وإيجابيات، ما عملناش زي أندية أخرى اتكلمت في اخفاق السوبر لما خسروا 3-2 عن فكره لو كان في وقت وكنا كسبنا، لا احنا قلنا الايجابي وقلنا السلبي. بس ما نخليش ذكرنا او ايماننا في التشاؤم او في الحزن يخلينا ما نقفش عند شيء لازم ناخد حقنا فيه، وهو ليس على سبيل التبرير انك توثق لحقك ملوش علاقه انك بتقول ان كان عندك الافضل. اللي نوثق ليه لحظة امبارح مهمة جدا، وهي تقدم الحارس أبو جبل في ركلات الجزاء. لو شفنا بالصورة محمد أبو جبل كان بيخرج عن مرماه، والقانون والقاعدة بتتحدث أنه لازم يكون رجليه على خط المرمى وما يتقدمش عند التسديد. ده اللي حصل من محمد أبو جبل في أكتر من لعبة. هنا الفار لازم بيتدخل وبيعيد ركلة الجزاء. نموذج لده لو شفنا مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، كنا أمام لقطة تقدم فيها جنش أثناء التسديد من لاعب مقدم لاعب نهضة بركان. اللي حصل إن بملك سيما تجاوز تماما عن فكرة إعادة اللعبة، وبالعكس راحوا للعبة اللي بعدها وبدأ يدخل عبد الله جمعة عشان يسدد. كان في اعتراض من حارس نهضة بركان، بدأ الفار يتدخل ويبقى في مراقبة لتقدم جنش، اتعادت اللقطة. قانون الفيفا بيتحدث ان الحارس المتقدم اللقطة تعاد واللعبة تعاد، مش كده وبس، ده كمان بيحصل على كارت اصفر. الغريب في اللعبة والمخالف للقوانين بشكل واضح ان جنش في الوقت ده لم يحصل على كارت اصفر، لانه كان عنده كارت اصفر حكم سابق. حكم طلع احمد دي طلع الكارت الاصفر وتراجع تاني لما افتكر انه عنده يعني. كان هياخد كارت اصفر تاني ويطرد، ودي مخالفه قانونيه تفسد المباراه. المباراه انتهت بفوز نادي الزمالك، خد الكونفدراليه اللي فاز بيها بالسوبر الافريقي امام الترجي. وهنا الفيفا وهي بتتكلم في لعبه ان انت التحرك ده خاطئ، وهنا القانون اللي بيقول ان الحارس يحصل على انذار. شفنا امبارح ابو جبل بيتقدم، اللقطة لا تعاد واللعبة بتتلعب عادي. وهنا بنتكلم رسالة لكل الحكام المصريين، في نادي بيتحدث عن ان الفار كان هينصفه وهو اللي استفاد من الفار في اكتر من لقطة، كان مفروض لو الفار تدخل فيها تكون النتيجة مخالفة سواء امبارح او في لقطة الكونفدرالية.
فهنا بنتحدث مين اللي بيستفيد من عدم تدخل الفار، ومين اللي لو الفار اتطبق في لقطات صحيحة كان هيكون متضرر. وهنروح للقطات تانية في المباراة، ولكن رسالة لكل الحكام حراس نادي الزمالك بيتقدموا عن مرماهم خلال اللعبات الخاصة بركلات الجزاء، ودي مخالفة للقانون وللاعبين. مش مفترض انك تتدخل عشان الفار يتطبق، مفترض ان الحكم من نفسه يطبق الفار، ولكن احيانا قليل من الدهاء لو استدعى ان انت تنبه الحكم ان في مخالفة لازم تعمل كده، ودي لازم يكون تركيز مع حراس نادي الزمالك فيها. وبنقول نصيحة نقولها للاعبين، ولاعبين يكونوا مركزين في النقطة دي، ويكون عندهم فعلا فكرة اداء في اختيار وقت الضغط على التحكيم عشان تاخد حقك. الحقيقة قبل ما نروح لأخطاء تحكيمية أخرى، وزي ما قلنا احنا طبعا خلاص خسرنا المباراة، لكن ما ينفعش يكون لنا أخطاء تحكيمية حصلت في المباراة ونتجاهلها. والحقيقة مستوى الحكم برغم أنه حكم أجنبي ونرويجي وكده، لكن في خطأ فادح جدا. فكرة الالتحامات اللي حصلت من فرجاني ساسي في الدقيقة 20 والدقيقة 25، لا في الدقيقة 25 الكورتين يستحق فيهم إنذار أول وإنذار تاني. زي ما حضراتكم شايفين دي كرة بص امام الحكم بالظبط، وهتيجي لقطه دلوقتي، لقطه واضحه جدا في تهور من اللاعب فرجاني ساسي على اليو ديانج، تستحق انذار. ده قانون كره القدم، مش وجهات نظر، تستحق انذار. دي كانت في الدقيقه 20. في الدقيقه 25 الغريب ان الحكم بقى ما حسبش الكره دي فاول اصلا، استخدام المرفق واضحه جدا في وجه مجدي قفشه واعتراض طريقه بالكوع، اعتقد انذار تاني. في الدقيقه 25 كان الزمالك يلعب المباراه 10. مش بنقول ده سبب اننا خسرنا، لا خالص. لكن بنوضح الاخطاء التحكيميه اللي ده حقنا. وادي كمان كره من فرجاني ساسي نفس اللاعب، وشد لاجاييه متعمد، يعني هو حاول اجاييه شال ايديه، لا هجيبك تاني، فقام جاي يعني اصرار على العقوبه او اصرار على الخطا، فكان لازم قرار من الحكم المباراه. كان في اصرار ان هو ياخد العقوبه، بس الحكم عنده اصرار انه ما يدوش العقوبه. طبعا زي ما شايفين ده طبعا قرارات للبعض اللي دايما بيشوف اخطاء تحكيميه بسيطه جدا يبدا يتكلم عنها بشكل كبير جدا. احنا كمان من حقنا نوضح فكره الاخطاء التحكيميه، اللي اكيد لما تكون اخطاء مع لاعب لثلاث مرات في المباراه، اكيد على الاقل مرتين منهم الحكم يطبق القانون. كان اللاعب ده هيكون الفريق ده كان بيلعب 10 لاعبين وكان من الدقيقه 25. واعتقد تاريخ القمه اهلي وزمالك لما بيطرد لاعب من الزمالك في بدايه المباراه النتيجه بتكون صعبه جدا او انسحاب. وعندنا احمد سوبر 2017 اللي فيه اعتراض برضو في الامارات الشقيقه، عندنا اعتراف واضح من الحكم ان كان في ركله جزاء مستحقه وقتها لعبد الله السعيد لم تحتسب، ونادي الزمالك خرج فاز بركلات الترجيح برضو وقتها. سهل جدا كنا نعمل مظلومية، احنا الاول اتكلمنا عن فريقنا قبل ما نتكلم في اي حاجة تانية. مش بنقف عند اللقطات دي ونقول ان هي اسباب، وان كان في تجاوز واضح للقانون. كمان لقطة كانت من حازم امام اللي كان فيه دفع الكهرباء، ايضا كان لازم الفار يتدخل فيها بشكل واضح جدا. وكمان الفار من سكات ما اتكلمش في اي حاجة، ولا حد كلم الحكم. ده اللي كان بيحصل في المباراة، ودي اللقطات الواضحة اللي لو في أندية أخرى كان بقى فيه كلام عن الحكم اللي بيلعب في دوري معين، وكلام عن إن الحكم كان ليه دور، وعن إن الخسارة كانت بفعل التحكيم. لا، إحنا بنلوم نفسنا قبل أي حاجة، ولكن بنرصد ونوثق عشان نقول لكم إن كان فيه أخطاء ما ينفعش أبدا كنا بدافع الخسارة ما نقفش عندها. بنلوم نفسنا اننا ما قدرناش، واحنا اعلى فنيا طبعا واقوى فنيا، اننا ما نسجلش هدف واثنين وثلاثة في مباراة انا كنت شايف سهل. انها مباراة سهلة على لاعبي النادي الاهلي، وعشان كده الرسالة للاعبي النادي الاهلي، لما تكون اعلى فنيا ما ينفعش تحقق غير نتيجة الفوز. ده اللي بنطلبه منك، لما انا اضغط عليك كجماهير النادي الاهلي وعايزك تحقق البطولة ما تزعلش، افضل بكتير جدا من لاعبين المنافسين لما هم اللي يضغطوا عليك. احنا نضغط عليك افضل، وانت لما تكون اعلى فنيا لازم تحقق الفوز. وقالها قبل كده مانويل جوزيه كتير، ده كمان ما كانش بيكتفي بفكره الفوز بس، كان دايما بيسعى لفكره ان انت كمان تحقق سكور. لكن قبل ما ندخل في نقطه تانية، نقفل بقى موضوع السوبر ده بملاحظه بسيطه جدا. هو ليه مباراه الاهلي والزمالك تحديدا في السوبر المصري ما بيتلعبش فيها وقت اضافي؟ ليه دايما تتلعب 90 دقيقة وركلات ترجيح؟ النادي الأهلي لعب مع إنبي في 2005 اتعادل في الوقت الأصلي، لعبنا وقت إضافي. النادي الأهلي لعب مع الإسماعيلي في 2007 اتعادل في الوقت الأصلي، لعبنا وقت إضافي. النادي الأهلي في 2018 وفي الإمارات
يعني من سنتين والمصري وتعادلنا في الوقت الاساسي 90 دقيقه، لعبنا وقت اضافي. وقت اضافي يعني بيبرز قيمه او بيمنح الفرص للفريق الاعلى فنيا، الاجهز فنيا، اللي عنده لياقه بدنيه عاليه، اللي عنده اصرار على الفوز. لماذا في مباريات السوبر اهلي وزمالك بيتم احتساب المباراه 90 دقيقه فقط لا غير؟ ليه بتحرم النادي الاهلي من انه يحقق البطوله؟ احنا كلنا بنشوف في الكاس الاسباني لما المباريات كانت بتلعب ذهاب وعوده كان دايما الفرق الكبيره بتقدر تلم نفسها. لا، وان مفيش مفاجآت في الكاس، وبطولات الكاس زي المفاجآت عملوها من مباراه واحده برشلونه وريال مدريد. برشلونه وريال مدريد خرجوا في يوم واحد، لان مباريات الكؤوس دي بتحمل مفاجآت. فاحنا عايزين تعمل مباراه بين بطل وبطل، العب 120 دقيقه والاكفى والافضل فنيا والاعلى لياقه بدنيه هياخدها. مش كل مباراه الاهلي والزمالك في السوبر تلعبها 90 دقيقه. كان دي نقطه مهمه جدا وسؤال مهم جدا كان لازم نوجهه للاتحاد كره القدم. انا عايز اقول لك حاجه كمان، ده مش بس فكره الوقت الاضافي انه هيديك افضليه لمده الشوطين، لا ده كمان في فرق فنيا وكتير جدا من المدربين اتكلموا فيها. لما انا اكون هعرف ان بعد ال 90 دقيقه هلعب ركلات جزاء على طول، انت بدري جدا لو انت متحفظ حتى داخل ال 90 دقيقه هتبدا تدافع عشان تطلع للمباراه لركلات الترجيح، بحيث انا لو عندي وقت اضافي هبقى عارف ان لسه عندي كمان نص ساعه محتاج اكون عندي مشقه دفاعيه فيها. والاهم يا فارس، الثلاث مرات اللي لعب فيهم النادي الاهلي وقت اضافي، الثلاث مرات النادي الاهلي فاز في الوقت الاضافي. بس اكدنا ان 2007 ما كانش فيه وقت اضافي. مباراه الاسماعيلي 2005 انبي و2000 والمصري 2018. لكن البعض برضو تناول فكرة، أنت طبعا عارفين كان في أسبوع مليء بالأحداث والموازنات والبعض بيرى نفسه أنه الأفضل دايما، ولكن لما بيتم الإشارة من قريب أو من بعيد لتصريح في إساءة لتاريخ النادي الأهلي أو لبطولات النادي الأهلي لازم نقف عنده. البعض قال أن نادي الزمالك حقق 13 بطولة قارية مقابل 12 بطولة في الدوري المحلي، وده بيعكس ما يتم في المسابقات المحلية. الكلام ده لما بيتقال على قنواتنا هنا بنقول ماشي، لكن لما بيتقال في قناة مشاهدة بشكل كبير جدا عربيا وكانت حديث الساعة الأسبوع الماضي، فأعتقد من حقنا أننا نقف عشان ندافع عن إرث وتاريخ النادي الأهلي في البطولات. والحقيقة أنا عمري ما كنت أتصور أن احنا ممكن في وقت من الأوقات نوصل لفكرة أننا نتحدث أو نوضح البديهيات. منطق غريب، يعني أنا جمعت كل بطولاتي القارية سواء بطولة من مباراة واحدة أو بطولة من ماراثون مباريات بمقارنة بالدوري المحلي فقط لا غير. لا، القصة يعني مش بديهة يا جماعة، يعني والله إننا نوصل للمرحلة دي إننا نوضح البديهي ده أمر صعب علينا، ولكن لازم نوضح الكلام ده. بالفعل نادي الزمالك حقق 13 بطولة قارية منهم 7 بطولات فقط لا غير ماراثونية. يعني إيه ماراثونية؟ يعني أبطال الدوري من 12 مباراة حقق 5 ألقاب، والكونفدرالية من 12 مباراة أو 16 مباراة بعد المجموعات حقق لقب، وأبطال الكؤوس في 2000 حقق لقب، يعني 7 بطولات. والست بطولات الآخرين هي بطولات المفروض إنها بطولة تشريفية، بطولة سوبر بتحسب بطولة وكل حاجة، لكن ما ينفعش أقيمها أبدا بفكرة مباراة بطولة من مباراة واحدة. مباراة واحدة بالزبط. لا، وكمان حتى الأفرو آسيوي مرة اتلعبت من مباراة ومرة اتلعبت من مرتين، فالأجواء مختلفة. السوبر الأفريقي مرة يتلعب في بطل الدوري وده بيمنحه أفضلية، يعني لما الزمالك راح لعب فريق غاني في 2000 هارتس اوف اوك خسر 2-0، لان الافضليه كانت للجماهير على ارض بطل الدوري. لما بتتلعب في ارض محايده بتختلف الامور، ففي اختلافات بتحصل في البطوله اللي هي من مباراه واحده او من مباراتين. الاهم كمان النادي الاهلي بعد ال 2000 حقق 6 القاب افريقيه، ما خدش حتى فرصه ان هو يلعب افرو اسيوي. ولكن في النهايه هنقول 13 بطوله مقابل كام بطوله؟ نستعرض بقى البطولات المحليه اللي خدها النادي الاهلي والزمالك عشان لما نحب نقارن ونخاطب اقول نعرف احنا بنقول ايه. النادي الاهلي حقق 111 بطوله محليه، بتكلم محليه يعني الاتحاد المصري لكره القدم، لا بتكلم افريقي ولا بتكلم حتى عربي ولا بتكلم حتى عن البطوله اللي تمت بين وقت الاتحاد بين مصر وسوريا. بالظبط 111 بطوله مقابل 60 بطوله لنادي الزمالك. الدوري العام 41-12، كاس مصر 36-27، دوري القاهرة 15-14، وده جبناه من مصدر زملكاوي، لأن احنا معانا اللي يقول إن احنا واخدينها 16 مرة مقابل 13 مرة للزمالك، لكن دايما بنحب ناخد حتى بأرقامهم. كأس السلطان حسين 7 بطولات للنادي الأهلي مقابل بطولتين، السوبر المصري 11 بطولة مقابل 4، دوري أكتوبر ده اتلعب سنة 1974 بعد إلغاء الدوري العام وفاز بيه الزمالك، وكأس الاتحاد التنشيطية دي اتلعبت 89 بعد إلغاء الدوري العام وفاز بيه النادي الأهلي، يعني 111 بطولة مقابل 60 بطولة. فلو عايز تقارن تقول ازاي ناخد 13 بطوله مقابل
60 بطولة، وإزاي ناخد 7 بطولات ماراثونية مقابل 56 بطولة ماراثونية في المحلي؟ لأن لو استبعدنا الأربعة السوبر اللي هي مباراة واحدة، عندك 56 مباراة. لما تقارن 7 ب 56 بالظبط، لما نستبعد ال 11 من النادي الأهلي وتقارن 13 بطولة ماراثونية إفريقية ب 99 بطولة، لأن النادي الأهلي واخد كأس السوبر أيضا، واخد أفرو آسيوي بطولة، ولكن في النهاية واخد 13 بطولة، 8 دوري أبطال أفريقيا، 4 أبطال الكؤوس، بطولة كونفدرالية. أعتقد لو خدتها نسبة وتناسب هتلاقي اللي حققه النادي الأهلي محليا واكتسح فيه حققه إفريقيا واكتسح فيه، وبرضه بنفس نسبتك في تحقيق البطولات المحلية حققت بطولات إفريقية. أعتقد مقارنات مغلوطة، ومش عارف ازاي وصلنا اننا نتكلم في ما بديهيات. بس يا احمد ده في كمان فكره غريبه جدا، انت زي ما قلت اختزال في البطوله، هل انت متخيل ان في حديث مثلا في الاعلام ليفربول لما خدش 30 سنه الدوري الانجليزي البريمير ليج، هل ممكن يجي حد ومع انه كان ليه نجاحات اوروبيه في نفس الفتره على ابطال اوروبا وفرق اقوياء، هل كان ممكن يكون في حديث ان نادي مانشستر يونايتد كان بيجامل داخليا لانه هو ما حققش مثلا انا باخد بطولات اوروبيه وازاي ما باخدش البريمير ليج مع ان المفروض انا بقابل في اوروبا؟ يا جماعه النوع ده من الحديث بجد مضحك ومثير للسخريه، خصوصا زي ما اتكلمنا عن فكره ان انت بتجيب بطوله واحده وبتحط قصادها مجمل ببطولات في عدد من البطولات اللي بتنظم تحت مظله الاتحاد الافريقي مقارنه ببطوله واحده بتنظم تحت مظله الاتحاد المصري. اعتقد التوضيح كان كامل يا احمد. ولكن ايضا بص، عارف هو موسم، يعني فكره ان انا فزت ببطوله فده الموسم اللي ابدا اخد جزئيات اصدر عليها احكام عامه، اخرج منها باحكام عامه زائفه. ده اشياء تريحني، احكام عامه تريحني ده اشياء الزيتي. في علم المنطق بالنسبه لاي حد بيدرك منطق هي مثيره للشفقه وليست السخريه. بس الحديث عن ان احنا لما اتيح لينا تحكيم اجنبي وفار، شفنا بالتحكيم الاجنبي ان احنا بنكسب الترجي في السوبر الافريقي وازاي بنكسب النادي الاهلي في السوبر المصري. طيب انت بصيت على تاريخ مواجهاتك مع الحكام الاجانب مع النادي الاهلي ايه، او حتى في الدوري ايه؟ هل انت حسيت ان في افضليه شاسعه ليك بالحكام الاجانب عن الحكام المصريين بحيث ان انت تقدر تتكلم في ده؟ نادي الزمالك خاض في الالفيه الاخيره، عشان احنا حتى مثال قريب 51 مباراه امام النادي الاهلي، فاز في 25 النادي الاهلي تحكيم اجنبي، دي المباراه تحكيم اجنبي بحكام اجانب فقط، فاز النادي الاهلي في 25 مباراه، تعادل في 19 مباراه، وفاز الزمالك في 7 مباريات بس من اصل 51 مباراه، ده بحكام اجانب. هل ال 51 حكم اجنبي النادي الاهلي كان له سطوه وسيطره عليهم في المسابقات دي؟ مش كده بس، احنا بنتكلم هنا بس، وعايز استكمال لكلامك ان من 2000 ل 2004 كان المفروض نادي الزمالك في اعلى فورمه ليه فنيا. انا بقى ده اللي عايز اتكلم فيه في حته احنا اتكلمنا فيها، التفوق الفني. احنا ما حبيناش نجيب من 2005 بس، لان لو جبنا كانت النتيجه كاسحه. احنا حبينا نحط لحظات كنت انت متفوق فيها فنيا، والامانه في الفتره دي نادي الزمالك كان عنده جيل مميز جدا، ونادي الاهلي في الفتره من 2005 كان عنده جيل ابعد ما يكون عن اي فريق في افريقيا، فسهل جدا كنا نجيب من 2005 بس. ولكن ده اللي بيعكس يا احمد حاجه داخليه، ان التفوق الفني مرتبط برضو نسبيا بنتائجك مع الحكام الاجانب، مش فكره ان انا بغض النظر عن مستواي ايه هكسب بحكم اجنبي. انت بتضلل جماهيرك، انت بتتحدث بكلام لو في اي مكان في الدنيا الناس هتاخد الموضوع ده بنوع من انواع الساركازم والسخريه ويبقى محل للنكت او الطرائف. ولكن مش بس كده، انت لما فكرت حاولت تلعب اللعبه دي وتقنع بيها جمهورك الموسم اللي فات في الدوري، وقلت لا بس انا الحكام المصريين بيظلموني، انا هلعب بحكام اجانب وهستقدم حكام اجانب على حسابي. طب لما عملت كده حققت ايه؟ نادي الزمالك خاض 9 مباريات بتحكيم أجنبي في الدوري الموسم الماضي، حقق إيه؟ حقق 3 فوز و4 تعادل وهزيمتين، يعني في الـ9 مباريات فزت بـ3 مباريات فقط. مجموع النقاط اللي كان مع الحكام الأجانب متاح في الـ9 مباريات 27 نقطة، نادي الزمالك حقق 13 نقطة من 27 وفقد 14 مع الحكام الأجانب. من إجمالي 30 نقطة فقدتهم في الدوري بالكامل، فقدت ما يقرب من النصف 14 نقطة مع حكام أجانب. صدقني موضوع الحكام الأجانب ده تضحك بيه على جمهورك، تحاول تقنع جمهورك إن
الإخفاق اللي على مدار سنوات ما كانش له علاقة بفكرة إن أنت كان عندك أخطاء، كان عندك مشاكل داخلية، كان عندك حاجات كتير جدا، وتحاول مش بس تستغل لحظة نجاح طفيف عشان تعمم بيها وتداري بيها لحظة إخفاقات كبيرة قوي أنت مش قادر تنساها وحتى بتحاول تنكرها، بس صدقني هنفضل نطاردك في كوابيسك وفي كل حاجة بتحلم بيها، لأن النادي الأهلي هو البطل ومش هنسمح بالتدليس في تاريخه. تأكيد يا فارس، برضو زي ما قلنا كله بيطلع في الموسم ده يقول بعض الأخطاء وبعض الإخفاقات، وكمان لما يوصل الموضوع لأرقام فإحنا لازم نتكلم بالأرقام لأن ده تاريخ النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي. البعض بدأ يروج لفكرة إن هو دايما هم معيارهم هم اللي بيحاولوا يحددوه، ويحاولوا يحددوا هم منتصرين في إيه وعايزيننا نروح وراهم، بس الغريب إن هم لما بيختاروا المعيار اللي هم شايفين إنهم منتصرين فيه بيكتشفوا إن الأرقام اللي بيعرضوها مغلوطة والأرقام الحقيقية بتدي الانتصار للنادي الأهلي. بعض الأرقام طلعت عن فكرة المواجهات المباشرة أو المباريات الإقصائية، البعض تفاخر بفكرة إن في المباريات الإقصائية وجاء منها تاريخ نادي الزمالك إن نادي الزمالك فاز 14 مرة والنادي الأهلي فاز 14 مرة، فدي ندية. والحقيقة هو يقصد طبعا المباريات الإقصائية اللي هي المباريات في الكؤوس، أي كأس بتلعب فيه، أي بطولة سوبر أفريقي أو سوبر محلي أو حتى كمان كأس السلطان حسين. فالحقيقة رحنا للتاريخ وجمعنا المواجهات المباشرة اللي هي فكرة اللي يخسر يخرج خروج المغلوب، لقينا أننا لعبنا إجمالي 47 مباراة، كأس مصر 31 مباراة، فوز النادي الأهلي 16 مباراة، وفوز الزمالك 10 مباريات فقط لا غير، وتعادل 5. نوضح التعادل، كان زمان الفكرة لما بتخلص المباراة بالتعادل بيتم إعادتها مرة أخرى، خلصت بالتعادل بيتم إعادتها مرة أخرى، وحصلت سنة 37 وتعادل فريقين والنادي الأهلي فاز في المباراة الثالثة بخماسية. السوبر المحلي 7 مواجهات، قلنا طبعا الفوز 3 مرات للنادي الأهلي، وأربع مواجهات انتهوا بالتعادل، 2 ركلات ترجيح فوز النادي الأهلي و2 ركلات ترجيح فوز نادي الزمالك. في كأس السلطان حسين التقينا 6 مرات، ودي المرة أو البطولة الوحيدة اللي فيها تفوق للنادي الزمالك في المواجهات المباشرة، فاز الزمالك 3 مرات وتعادلنا مرتين وفاز النادي الأهلي مرة واحدة، ومع ذلك النادي الأهلي محقق 7 ألقاب بالبطولة دي مقابل 2 لنادي الزمالك اللي خد ثالث ترتيب الأندية المصرية، لأن النادي المصري كان حقق البطولة دي 3 مرات. في دوري أبطال أفريقيا، وده اللي تجاهلها البعض، وهي في الدور قبل النهائي، هي في النهاية مباراة خروج المغلوب لكن ذهاب وعودة قدرنا نلعب فيها الدور قبل النهائي في 2005، كسبنا 2-0 في مباراة و2-1 في مباراة في الوقت اللي تم منح مكافأة للعب الجيد لنادي الزمالك من مجلس ادارته عشان خسر 2 بس امام النادي الاهلي. مباراه السوبر الافريقي دي برضو المباراه اللي تفوق فيها اللي تفوق فيها نادي الزمالك، وطبعا عارفين اسبابها، ومع ذلك هي بتحسب فوز للنادي الزمالك عشان نوصل لاجمالي 47 مباراه، 22 فوز للنادي الاهلي، 14 فوز لنادي الزمالك، 11 تعادل. دي المباريات الاقصائيه. الحقيقه هم كانوا شايفين ان ده مصدر قوه لنادي الزمالك ان يكون في نديه، فالارقام بتوضح ان النديه مش موجوده وان النادي الاهلي هو اللي محقق اكبر لغير، لكن قناعاتنا احنا الشخصيه ان اي فريق معرض في اي مباراه اقصائيه لمفاجاه. نادي بني عبيد قدر يفوز على نادي الزمالك، هل ده معنى ان نادي بني عبيد اقوى من نادي الزمالك؟ الحقيقه لا. اسيوط مع الاهلي قبل كده، بترول اسيوط مع النادي الاهلي، وفي وجود الجيل الذهبي كان في طرد لمعتزين، ولكن في النهايه بترول اسيوط قدر يتفوق على النادي الاهلي ويحقق البطوله. لكن لو هي الفكره بالشكل ده، طب نعمل ايه مع نادي حرس الحدود؟ نادي حرس الحدود فاز على النادي الاهلي، خد من النادي الاهلي او خطف من النادي الاهلي بطولتين. دي المواجهات او الادوار الاقصائيه اللي لعبها النادي الاهلي مع حرس الحدود. بالظبط، لعب 6 مواجهات في كاس مصر، 4 مباريات، فوز الاهلي 2، فوز الحرس 1، تعادل 1، ولكن قدر الحرس الحدود بركلات الترجيح يحصل على بطوله كاس مصر نهائي 2010 لما الكابتن محمد فضل اهدر ركله الترجيح الاخيره. في السوبر المحلي لعبنا مباراتين، فوز النادي الاهلي مباراه، فوز حرس الحدود مباراه، اذا اجمالي 6 مباريات، 3 فوز اهلي، 2 فوز حرس، 1 تعادل، انتهت في النهايه بركلات الترجيح لنادي حرس الحدود. مع احترامنا الكامل لنادي حرس الحدود، هل ده معناه ان نادي حرس الحدود ند للنادي الاهلي تاريخيا؟ اعتقد الاجابه واضحه، وبنحترم كل الانديه، ولكن هي الفكره كلها ان دي ارقام وحقائق بنستعرضها عشان المعيار حتى اللي انت خدته لانك تكون منتصر فيه بنوضح لك ان الاهلي منتصر فيه. وهي دي الفكره يا احمد، انت بتقف عند حاجات صغيره تحاول تصدر بيها احكام كليه زائفه. وعايز اقول يا احمد
جمهورنا اللي كان بيتكلم في حاجة مهمة جدا، ان احنا نغض بصرنا عن هذه الأكاذيب. وده يا جماعة اللي ما ينفعش. في ناس كتير جدا وأجيال كتير يا أحمد أكيد ما عندهاش الداتا دي وأكيد ما تعرفش ده. ده حق عليك وأمانة ان انت توضح ان المغالطات دي هي مغالطات. وانت مش بترد، انت بس كمان وانت بترد بتوحي وبتبين قد ايه افضليتك. لان احنا احمد ما عندناش اكتر من تاريخ النادي الاهلي اللي ممكن نرد بيه، واللي ليك بسهوله جدا اي حد بيقول ادعاء تقدر تبين قد ايه انت متفوق فيه. فده كنز ما ينفعش نقول ان احنا في ظروف اخفاق ما نبصش عليه، لا ده واجب ان احنا نعرف نرد ده كده. فارس هقول لك حاجه واضحه جدا واحنا بنعاني منها كتير جدا، وهي هدف حسن شحاته الملغي في 1982. حتى الان بيتحدثوا في هدف حسن شحاته الملغي 1982. والحقيقه انا سعيد ان الهدف ده حصل، وطبعا عشان اثبتنا ان الموسم ده ما تم فيه وتناولناه قبل كده وممكن نتناوله تاني. ولكن هي الفكره كلها ان لو سكتنا على الكلام ده وصل لبعض الناس، وبعض كمان ممكن ناس اهلاويه، ان فعلا هدف حسن شحاته الملغي ده هو السبب في خساره نادي الزمالك الدوري، وده مش حقيقي واتكلمنا فيه قبل كده. ففكره الرد والتوثيق عشان نتعلم من اخطاء الماضي، لازم كل حاجه نوثقها ونرشفها عشان دايما تاريخ النادي الاهلي يحتاج من المجهود ده، ومش عايزين الناس تمل من الموضوع ده، لان ده الدور اللي لازم نلعبه في الحفاظ على تراث النادي الاهلي. وصلنا لنهايه فقرتنا، نطلع فاصل وانتظرونا والفقره الاخيره في منتدى. رجعنا لكم وفقرتنا الأخيرة ريمونتادا. مش قلنا لكم هو موسم؟ وبما إنه موسم وبما إن خصمك بيستغل اللحظة اللي أنت نفسيا ممكن تكون متراجع فيها عشان يشوف أكبر عدد وأكبر قدر من الأكاذيب عشان يروج ليها، إحنا هنا هنقف لده. وإحنا هنا في الفقرة دي هنقف عند حاجة عمرنا ما سمحنا يبقى فيه مساس بيها، وهي شعبية النادي الأهلي. البعض يرى أن الشعبية بالنسبة له شيء مش مهم، لا هي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن شعبية النادي الأهلي هي جمهور النادي الأهلي، هي الناس اللي في ظهر النادي الأهلي. شعبية النادي الأهلي كان في ادعاءات في مباراة السوبر الإفريقي نتيجة حضور جمهور نادي الزمالك لمباراة الترجي، بدأت الأكاذيب. أنت حضر لك جمهور كبير، ده شيء يخصك؟ لا، بدأ الموضوع يدخل في فكرة إحنا جمهورنا وشعبيتنا في الدول العربية وخارج مصر، وشعبية جمهور النادي الأهلي بدأ يكون في كلام عليها. وتأتي الرياح بما لا يشتهي الزملكاوية عشان يجي السوبر المصري في الإمارات ويكون رسالة واضحة. جمهور النادي الأهلي في وقت قصير جدا يقدر يحجز المقاعد الخاصه بيه. تدخل على الموقع تلاقي جمله سولد اوت للمقاعد بتاعه النادي الاهلي، وجمهور نادي الزمالك بدا يبحث عن حجه. جمهور نادي الزمالك اللي في 2007 رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس بدا يتحدث عن فكره رفع سعر تذكره الدرجه الثالثه عشان جمهور النادي الاهلي بيكون عدده اكبر. جمهور نادي الزمالك اللي ساب فريقه يحتفل بالدوري امام الاسماعيلي وحيدا لان ما كانش عنده ثقه في فريقه، هو ده اللي بيتحدث عشان الشعبيه. هنوثق لكم ازاي جمهور النادي الاهلي كان له اليد العليا وسط مدرجات شبه خاويه لنادي الزمالك في بعض اجزائها. شوف، هو الموضوع ده موضوع كبير جدا، والبعض دايما بيصطدم ببعض معتقداته. البعض عنده معتقدات إن جماهير نادي الزمالك في الوطن العربي أكبر من جماهير النادي الأهلي، وحتى المصريين في الوطن العربي في الخارج أكثر من الزملكاوية من النادي الأهلي. الزملكاوية اللي بيسافروا بره بالظبط، وإن الزملكاوية دايما مع فريقهم، ودايما سمعناها من أحد المحللين قال إن بنشجع نادي الزمالك عشان يكسب مش عشان بيكسب، ولو النادي الأهلي تعرض لأزمات في أي بطولة ولا حاجة جماهير النادي الأهلي تنفض من حوله، وكأنه لم يمر تاريخيا على تاريخ النادي الأهلي ولا الكرة المصرية.
لا النادي الاهلي ولا الكره المصريه. لكن لما بتيجي تصطدم، وللاسف الموضوع مش بيطلع بس من الجماهير، يطلع كمان من بعض المسؤولين وبعض النقاد، يصطدموا بفكره الحجز الالكتروني ان مفيش للزمالك، فيبدا يتم الترويج لاشاعات ان بعض رجال الاعمال اشتروا تذاكر النادي الاهلي فعشان كده خلصت بسرعه، او ان السيستم واقع عند جماهير نادي الزمالك فمش عارفين نحجز وازاي والقصه والروايه، برغم ان البعض منهم كان واضح وصريح مع نفسه حتى لو في وقت من الاوقات بيروج لفكره الشعبيه، طلع وعمل مناشدات لجماهير نادي الزمالك انها تحجز وتقطع تذاكر المباراه عشان تحضر السوبر المصري. الغريب ان الكلام ده بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريقي بايام. تعالوا نشوف توثيق الحدث من المسؤولين والمنظمين اللي هم الجانب الاماراتي بالظبط، وبالتواريخ من تاريخ 11 فبراير نشوف الاستاذ سهيل العريفي في مداخله قال ايه عن فكره حجز تذاكر مباراه السوبر المصري. طيب ما هل تقدر حضرتك تقول لي لغايه دلوقتي مثلا تذاكر الاهلي اتباعت اكتر او الزمالك اكتر ولا مش واضحه؟ والله شوف لا هي واضحه يعني، واعتقد انها تم نشرها وموجوده في الموقع. الاهلي تذاكره كانت في تزايد اكبر، واعتقد 90% من تذاكر الاهلي نفذت. اوكي. والجزء الباقي بقى 10% والباقي فيما يتعلق بجمهور الزمالك. 90% من تذاكر الاهلي نفذت اول ما تم طرحها على الموقع الالكتروني. هو ده جماهير النادي الاهلي، او هي دي جماهير النادي الاهلي اللي دايما ما فيش اي مناسبه بتبقى عايزه تتواجد في الملعب الا ما تلاقيها موجوده. اسمحوا بس للجماهير، هتلاقوا جماهير النادي الاهلي بتدعم لاعبي النادي الاهلي في اي مكان وتحت اي ظروف، ورجعوا لتاريخ النادي الاهلي بالشكل ده. لكن احنا كمان دخلنا على الموقع وقلنا كمان نجيب صوره لحجز الموقع بالتواريخ برضو، واول صوره معانا 16 فبراير. الاماكن الخضراء دي هي الاماكن اللي كانت خاليه او لم يتم حجزها من قبل جماهير نادي الزمالك. والاماكن الخضراء اللي انت تقريبا مش هتشوفها في جماهير النادي الاهلي اللي هي على يسار الشاشه هي اللي بتقول ان دي عدد التذاكر اللي لسه لم يتم حجزها، واللي الاستاذ سهيل عرفي قدرها تقريبا يوم 11 بنسبه 10% لم يتم حجزها من قبل النادي الاهلي. هنمشي بالتواريخ عشان كل اللي كان بيروج لاكاذيب نقول له لا الحقيقه معانا. هنا بقى يا احمد بدا في فكره ان احنا نتكلم في ان في جمهور الزمالك كتير عايز يحجز بس الموقع فيه مشاكل وهم مش قادرين يحجزوا. هي فكرة لحفظ ماء الوجه، بس لو حابب تلعبها كان ممكن يبقى عندك أكثر ذكاء، استنى مدرجاتك الخاوية وبعد كده روج لإشاعة إن في تذاكر حجزت عشان جمهور الزمالك ما يروحش والمدرجات اتسابت فاضية. إنما أنت خليت كل الناس تطلع تقول التصريحات اللي أنت هتشوفها. نطلع في تصريح يوم 17 فبراير للسيد سهيل العريفي ونشوف قال إيه عن نفس الأزمة. تعرف أنت المباريات الكبيرة دائما تحظى بإشاعات من الطرفين أو من الجماهير، وهذا طبيعي وهذا ديدن المباريات الكبيرة والجماهيرية، وما بالك بمباراة تجمع بين فريقين كبار في الوطن العربي وايضا في لهم جماهيريه كبيره يعني الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك. فبالتالي انتشرت اشاعه ان الموقع غير فعال او تم بيع التذاكر، ولكن اللي حب اكد لك ان الموقع اللي بيع التذاكر شغال، وتقدرون انتم بنفسكم تدخلون على الرابط وتتاكدون. اليوم تم التاكيد من جميع الاخوه، تواصلنا مع الاخ احمد مرتضى منصور واكد لنا ان راح يتابع بنفسه هذا الموضوع الاعلامي، وايضا الاخوه في قناه الزمالك والقنوات الاخرى يعني. اصلا موقع اخوي سهيل كل شيء يمشي على ما يرام. اللي احب اكده واعيده مره ثانيه ان تذاكر نادي الاهلي نفذت بشكل كامل، ولكن تذاكر نادي الزمالك لا زالت السوبر الافريقي زادت المبيعات بشكل كبير. اليوم تقريبا باقي 30 الى 50% 30 إلى 40% تقريبا من الأماكن. يوم 17 فبراير كانت تذاكر الأهلي نفذت وتذاكر الزمالك باقي 30 و40%، وللأسف اللي كذب لك الكذبة ما عرفش يفكر لك صح، لأن الموضوع تحول من مناشدات ويا جماعة السيستم شغال والله العظيم تقدر تدخل تحجز، طب فين جماهيريتك؟
فين الحجوزات وبرضه فضلت عندك نفس الأزمة لأنك للأسف فكرت تفكير غلط عشان تحفظ بيه مواجهك اللي هنشوف إن فضلت المناشدات موجودة. احنا لسه في يوم 17 بس حابين نوضح للمشاهدين إن يوم 17 ده كان بعد ما نادي الزمالك حسم السوبر الأفريقي، والأستاذ أو السيد سهيل عريف قال لك بدأت بعض التذاكر في التحرك بعد ما الزمالك خد السوبر الأفريقي ده، بس رسالة على بعض المحللين اللي بيقول بنشجع عشان يكسب. معانا كمان شخص زملكاوي جدا ولكن دايما بيبقى بعض الاوقات له اراء صريحه احيانا ما بتعجبش الزملكاويه نفسه، كابتن احمد سميتو. النهارده جالي اخبار كتيره جدا وتغريدات كتيره جدا على السوشيال ميديا. عن ايه؟ اشاعه طالعه وسكه ماشيه ان تذاكر الزمالك محجوبه بشكل ما. عايز اقول لهم ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. التذاكر موجوده على الويب سايت، صح؟ موجوده ده في تذاكر على فكره. التذاكر نقول للمشاهدين انه تذاكر الاهلي وتذاكر الزمالك موجوده. لا ده هو في عامل هاشتاج النهارده تذاكر الاهلي سولد اوت بقى لها كذا يوم. في 7000 تذكره لنادي الزمالك موجوده وافيلبل على الويب سايت، على الويب سايت السيستم بتاع التذكره. يعني اتحاد الكوره ملوش دخل برده في منظومه التذاكر دي تحديدا، هو التنظيم كله. ايه رايكم نشوف؟ اعتقد ما فيش حد يشكك في زملكاويه كابتن احمد حسام ميدو. طبعا كابتن حسام غالي كان بيمثل الجانب النادي الاهلي، ولكن كابتن احمد حسام ميدو واضح جدا ان هو ما فيش شك على انه زملكاوي. لكن الامر كمان وصل لاحد ابن الاستاذ مرتضى، احمد مرتضى منصور ابن رئيس النادي، بتويته اتكلم فيها عن فكره ان الموضوع متاح. تواصلت مع المسؤولين في مجلس ابو ظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراه السوبر، واخبروني ان هناك تذاكر مطروحه للبيع وليس هناك اي مشكله في الحجز الان من الرابط التالي. وكمان شارك الرابط عشان جماهير نادي الزمالك او حتى اي حد بيشكك في الامر كان ممكن بس يضغط على الرابط، هيفهم ان الامور عاديه جدا. وده كان يوم 17 ما زلنا فيه. واحمد انتشر موضوع شارك الرابط للحجز لدرجه ان انا وصلني حد بعت لي شارك الرابط. انا عملت شير اصلا. احنا انت عملت شير انت. روح رياضيه. المدرجات تبقى موجوده بالكامل. ولكن عايز اقف عند رد كابتن حسام غالي لما الاستاذ يعقوب السعدي تحدث عن انه تذاكر من هنا وهنا. كان كابتن حسام غالي على عهده خلال الفترة اللي تواجد فيها كلها داخل قناة أبو ظبي لتحليل المباراة كانت ردوده دايما أهلوية خالصة، ما بيساومش على حاجة تخص النادي الأهلي وما بيفوتش لا شردة ولا وردة، وده الأهلاوي الصميم فعلا. هنروح ليوم 18 فبراير. كابتن محمد فضل كان ليه تصريح برضه عن التذاكر، نروح نسمع قال إيه. فالسيستم حضرتك ممكن تدخل أونلاين على طول، هتدخل على الزمالك او على الاهلي. الاهلي سولد اوت خلاص. الزمالك لا، في انا لسه داخل من شويه شايف، لا في عدد كبير طبعا من الدرجه الثانيه. عدد كبير؟ اه طبعا عدد كبير من الدرجه الثانيه، حوالي مثلا احنا بنتكلم في التوتال بتاع الزمالك المتبقي حوالي 6000 وحاجه 7000. هو كام تذكره اصلا الزمالك؟ 37000. اه فانت بتتكلم عدد كبير ورا الجون الزمالك. المسؤولين في اتحاد الكره تحولوا لمهام التسويق عشان خاطر جمهور الزمالك اللي كان عايز يعدي الموضوع بفكره ان ما عرفناش نحجز، ولكن المناشدات مستمره لجمهور الزمالك احجز. ده كان يوم 18 عشان بس ناكد ان احنا ماشيين يوم بيوم. وفي نفس اليوم يوم 18 كان كابتن اشرف قاسم له تصريح ايضا عن موضوع التذاكر، نسمعه. اتفضلت وقلت على الموضوع التذاكر وانا معاك فيه ان التذاكر دلوقتي بتتباع اونلاين، يعني اللي عايز في لحظه ممكن يبقى معاك 48 ساعه عندك لسه يعني في عندك وقت لغايه قبل الماتش. قبل الماتش بساعه، لحد قبل الماتش في ناس بتشتري بالظبط كده، يعني لحد قبل الماتش ممكن اخش اخد تذكره. وده برده مش المفروض كان يبقى ياخد ان هو الموضوع الكبير ويكبر بالشكل اللي احنا شخصيات كبيره وناس كبيره اتكلمت، والتذاكر راحت فين؟ التذاكر اتاخدت، التذاكر راحت. طب انت التذاكر غاليه، التذاكر راحت، التذاكر غاليه، التذاكر موجوده. وكابتن اشرف قاسم بيقول لكم لقبل المباراه بساعه يا جماعه تقدروا تحجزوا تذاكر نادي الزمالك. يوم 18 برضو مزيد من المناشدات لجمهور الزمالك الغفير انه يروح يحضر. نسمع مهيب عبد الهادي قال ايه ونرجع نعقب. احنا دلوقتي هنجيب لكم الموقع لايف، قولوا لي اهو ده على الهوا، ها ده الاهلي اهو كله متباع. خليكم معايا بقى، احنا بقى ايه، لا سحر ولا زي ما بيقولوا ولا معرفش ايه، احنا على الهوا ولا هنسال ولا هنقول مين ولا لو سمحت ده خلص ولا ما خلص. ادي الموقع اهو، تذاكر نادي الاهلي نفدت، يعني باقي منها حاجات بسيطه قوي.
تعال بقى نروح لنادي، تعال نروح لنادي الزمالك سولد اوت الفي اي بي، الباقي كله سيلكت يعني تختار الكرسي بتاعك. طب كام كده؟ مش محدده. طيب تعال نشوف المدرجات فاضي فيها قد ايه. كل اللي بالاخضر ده فاضي، انتوا متخيلين؟ يعني كل العادي الابيض في اسود ده، خلي بالكوا اللي على اليمين جماهير نادي الزمالك، واللي على الشمال ده حسب طبعا ما احنا عارفين من ثالثه يمين ومن ثالثه شمال. اللي على اليمين ده معقول يا جماعه كل الاخضر ده فاضي؟ امال ازمه التذاكر ايه والتذاكر مش موجوده ايه والافلام اللي احنا سمعناها دي ايه؟ ما اللي عايز يخش دلوقتي على الموقع يشتري. هو احنا ليه بنفخم الامور قوي كده يعني؟ مش عارف يعني بجد والله، يعني حاجه صعبه جدا. التذاكر مش موجوده، التذاكر اتباعت، التذاكر اتاخدت، ما التذاكر ايه فاضيه يعني. ما اللي عايز يشتري يشتري، واللي عايز يحضر يحضر. ومباراه سوبر، مباراه شكرا وسوبر وبطوله وخلاص وخلصت، لا اول بطوله ولا اخر بطوله ولا اول ماتش ولا اخر ماتش للنادي الاهلي ونادي الزمالك مع بعض. كمية تصريحات الفترة اللي فاتت غير طبيعية، كمية كلام غير طبيعي. ادي الملعب اهو قدامكم، دي المقصورة الرئيسية، ده هتبقى برضو مقسومة، وادي المدرجات. هيبقى في فاصل في النص ما بين مدرجات الدرجة التالتة والدرجة التالتة يمين والتالتة شمال، انا بقول لكم يعني بالبلدي كده اهو. اهي اهي، بصوا بصوا يا جماعه، ده كده من ورا الملعب، لا انا عايز من الجنب. تمام، هات لنا تاني، هات لنا تاني الملعب من الموقع ده دلوقتي حالا لايف على الهوا. بصوا التالته يمين فاضي فيها قد ايه، قربوا شويه، اعملوا زوم لو سمحت، زوم لو سمحت. اهو الموقع بيقول لك اشتري، محدش منعك ان انت تشتري، يبقى ما نتكلمش بقى كلام غير مفهوم. الكلام ده ممكن نقوله لو التذاكر بتتباع بالايد زي زمان او في المكاتب، لكن دلوقتي خلاص كلها اونلاين. كل ده فاضي، كل ده فاضي، وكلها التالتة يمين. ايه يا عم مهيب ده، كل ده فاضي وكلها التالتة يمين؟ مش حال ما كنت الزملكاوي يعني، ما ينفعش الكلام ده يتقال. وبعدين ايه، مهيب بص بعينه على التذاكر وما رحمش بقلبه فعلا، يعني مهيب جاب القضيه من اولها لاخرها ومناشدات وحث للزملكاويه اللي هم حطوا نفسهم في مأزق جامد جدا يا احمد. تأكيد، وكان بعض الناس اللي روجوا لفكره ان في مؤامره او سقوط النظام اعتقد موقفهم مش شكله مش ظريف. لكن نروح ليوم 19 فبراير والسيد عارف العوني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي ونشوف اخر أحداث حركة تذاكر نادي الزمالك في السوبر. أبو حمد، الآن التذاكر كيف وضعها؟ لو شخص جاي المباراة ويبحث عن تذكرة، هل في أماكن لبيع التذاكر في الملعب؟ نعم، إن شاء الله بيكون في عندنا كابينتين موجودات مخصصات لبيع التذاكر المتبقية، لأن لين اليوم الحمد لله يعني تم بيع ما يقارب من 26,000 تذكرة. موجودة، هاي أرقام واقعية فعلية. التذاكر اللي في جهة الأهلي تم بيعها كاملة، التذاكر اللي موجودة في جهة الزمالك باقي كمية بسيطة. صار في حركة، أعتقد الجمهور كان يتريى مباراة السوبر، مبارك للزمالك فيها السوبر الأفريقي، بعد السوبر تم التحرك فيها، تحركت وهاي أوكي. يعني حركة سريعة صراحة صارت في التذاكر. بالتاكيد نتوقع بعد ان يعني كثير من الناس جايه خلال نفس الوقت وبتاخذ تذاكر، ونتوقع ان في بعض الناس يمكن تكون اخطات في موقع التذكره اللي اخذته. قد ما يعني يفضل ان الشخص اللي بيكون يحصل نفسه في مكان غير المكان الجمهور اللي هو الفريق اللي شجعه انه ما يلبس فانيله الفريق يدخل، ومتاكدين انه بيكون يعني جو حبي نفس اللي شفناه في النسخ الماضية. يعني ثلاث نسخ مرت علينا صراحة بهدوء، ثنتين كانوا بين الأهلي والزمالك ما شفنا أي مشكلة يعني بين الجمهور، ونتوقع نفس العملية رغم أنه بعد كان في تداخل بسيط في التذاكر، لأنه موجودين ما شاء الله كثير من الوعي.
ده قبل او ليله المباراه، وكلام من المسؤول الاماراتي اعتقد هو يهمه في المقام الاول بيع التذاكر ونجاح المباراه، لان هي مقامه في الامارات وهم المسؤولين عن تنظيم المباراه. بيؤكد ان تذاكر النادي الاهلي اتباعت بالكامل، وما زال في تذاكر لنادي الزمالك هيتم نقلها عند ملعب المباراه وتتباع في الاكشاك في محاوله من اللجنه المنظمه ان يكون في كل سهوله تتاح لنادي الزمالك. عندنا صوره ممكن نستعرضها برضو ابديت للموقع يوم 19، زي ما حضراتكم شايفين ما زالت الاماكن الخضراء في مدرجات نادي الزمالك تبحث عن مشتري. اعتقد امر تقريبا دي قبل الماتش بساعه ونص، واعتقد الامر واضح جدا والموضوع تم حسمه بشكل كبير جدا، والحمد لله زي ما قال مهيب ان هي فكره ان الموضوع بقى اونلاين مش بتتباع في مكتبات عشان تقدر تحط اي اكذوبه تصدر في نطاقها الطبيعي وترد عليها بالادله وبالصوت وبالصوره. طب نشوف كمان يا احمد، شيكابالا قال في نفس اليوم بتاع المباراه ايه ونرجع نعقب. يعني كان بعض المشاحنات وقبل المباراه وجمهور الزمالك اقل، جمهور الاهلي ضاغط، جمهور الاهلي بيشحن، تابعت ده ازاي؟ لا زي ما بقول لحضرتك، بصوا احنا كل ماتش بنيجي نلعب نهائي بحس اللي فيه على طول دايما في مشاكل على التذاكر لجمهور الزمالك، لا اما جمهور الزمالك بيبقى واقف بره ما بيخشش دايما، ما اعرفش ايه بقى دي من مين، بس ما اعرفش. بس وبعدين ما ينفعش بتلعب اهلي وزمالك يبقى في جمهور من الاهلي قاعد وسط جمهور نادي الزمالك. حاجه حلوه روح رياضيه، الناس كلها موجوده وسط بعضها، اصدقاء في الشغل وكل احنا في دوله، دي حاجه حلوه بس ما ينفعش. بص يا شيكابالا، يعني انت ما شاء الله يا ابني الله ينور واخد طريق المؤامره من اوله، يعني شاربه جمهور ما دخلش يبقى الجمهور بره، نظريه مؤامره طول عمر المنطق ده لا على اصوله يعني. ولكن اللي عايز اتكلم فيه نشوف بقى الصوره اللي هي كانت حقيقيه في كلامك، جمهور الاهلي وسط قلب مدرجات الزمالك، وللامانه وللمصداقيه والمهنيه بحيي جمهور الزمالك على سلوكه ووسط جمهور الاهلي اللي كان موجود متواجد معاهم، ولكن جمهور النادي الاهلي كان موجود بكثافه، حتى الدخله اللي اتعملت يا احمد من جمهور الزمالك كانت محطوطه بشكل ما عشان برضو العدد اللي ما كانش حاضر ما يبانش بشكل واضح. جمهور نادي الاهلي اللي حابب يبقى موجود مع فريقه ونقدر نحييه لانه هو خلاص نفسه يشوف فريقه في الامارات، مش مشكله بقى انا هضطر احجز وسط جمهور الزمالك اللي ما حجزش مدرجاته بالكامله. واعتقد لو جمهور النادي الاهلي كان تعامل بثقه انه يحضر عادي في مدرجات جمهور نادي الزمالك، كان ممكن جمهور نادي الزمالك حتى التذاكر اللي حجزها كان ممكن ما يلاقيهاش بشكل كامل. هم كانت اللجنه المنظمه بتقول مش عاوزين لو اهلاوي حجز في مدرجات نادي الزمالك بلاش يلبس التيشيرت الاحمر او ما شابه، كان شعور ايجابي من جمهور الزمالك لان انت في النهايه عايز اقول لك ان في الغربه مصريين في الغربه بيكونوا قريبين جدا بعض، اهلي وزمالك، فبتبقى مناوشات لذيذه يعني بينهم، فكان الامر بينهم ودي جدا لغايه انتهاء المباراه. لكن الحقيقه الكابتن شيكابالا اللي بيتحدث عن فكره ان جمهور الزمالك بيبقى بره مش بيعرف يدخل، الكلام ده هنلاقي عليه رد اخر من كابتن زملكاوي اخر وهو الكابتن بشير التبعي اللي اتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه وبدون اي ادوات تجميل. انت حضرت فتره مهمه جدا في نادي الزمالك، فتره كان فيها انتصارات وفيها يعني كان الموضوع بيروح ويجي مع النادي الاهلي، في فتره كده كان النادي الاهلي هو اللي كان متسيد اللقاءات والنتائج مع نادي الزمالك، انت كنت فتره كنت تكسب نادي الزمالك، انت واحد من اللعيبه اللي كان ليك دور كبير في بعض الهزائم للنادي الاهلي، احرزت اهداف كتير في النادي الاهلي، هل فعلا لعيبه الزمالك بيخافوا من لما بينزلوا الملعب بيخافوا من النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي؟ لا، هي المقوله متقاله غلط يا مهيب، المقوله بتتقال لما احنا كنا بننزل استاد القاهره نلعب النادي الاهلي وكلها الحربيه كنا بنلاقي 75% جمهور النادي الاهلي. يعني كنا بننزل حتى واحنا يعني واحنا متسيدين. ليه؟ انا بقول لك انا ما اعرفش ليه، بس بقول لك لما كنا بننزل بنلاقي الجمهور ده بيزوم علينا في اول خمس دقائق ربع ساعه 10 دقائق. هو بيتكلم كلام منطقي على فكره. جدا. الدنيا هو ده معناه ان احنا جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك مرتين ثلاثه. لا طبعا مش مظبوط الكلام ده، مين قال كده؟ انت لو انا ما قلتش جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك بره، بقول لك احنا هو بيقول 75% في المدرجات. لا ما انت هتديني فرصه اتكلم. اتفضل يا باشا، عشان اكمل بس، عشان اكمل الفتره اللي كان جمهور نادي الزمالك بيجي فيها اكتر كنا بننزل مستريحين الربع ساعه الاولانيه. الفتره لما كنا بنشوف جمهور النادي الاهلي كنا بنستغرب زي ايه؟ يعني زي ماتش ايه؟ لا اعتقد ثلاث اربع ماتشات مع النادي الاهلي كنت بشوف جمهور الاهلي اكتر. ثلاث اربع ماتشات. ده كان ليه مبرر عندكم؟ في ايه؟ كان ليه مبرر ليه الجماهير ما بتروحش؟
هل انتوا مثلا ما كنتوش عند ثقة الجماهير في الوقت لا ده؟ اه دي حاجة. هل كان ترتيب الدوري، كان الدوري محسوم؟ كان ترتيب الزمالك؟ ما انا اقول ما احنا عمرنا ما لعبنا النادي الاهلي مثلا في الفترة اللي موجود فيها، معلش، وكان الدوري محسوم ولا حاجة. لا ماتش وماتشين، زائد ان كمان الحاجة المهمة ان احنا كمان لما مثلا النادي الاهلي كنا مثلا بنتقدم عليه كان جمهوره مثلا يعني سبورت للفرقه 90% في ظهرهم لغايه ما يتعادلوا او الماتش يطلع يعني كويس معاهم يعني. احنا لو كان بيدخل فينا جول في الاول لا الجمهور ما كانش بيبقى ظهرنا. انت عارف انت بتقول ايه طبعا؟ يعني مدرك انت بتقول ايه؟ يعني كلام خطير. انا بقول حاجه غلط؟ لا انا بقول اللي بيحصل. انت كلام خطير. لا انا كنت بقول اللي بيحصل. انا يعني كنت بقول اللي بيحصل. انت كده بتقول ان جمهور الزمالك ما كانش بيقف ورا فرقته؟ لا طب طبيعي لما كنا كان بيدخل فينا جول او حاجه زي كده خلاص من الزمالك او من الاهلي او من اي فرقه. انا اقول لك حاجه، انا فاكر ماتش جمال حمزه بتاع 1-0 في الكليه الحربيه. احنا كان جمهورنا قليل. يعني اول مره اشوف جمهور النادي الاهلي راضي ان فرقته تخسر 1-0 ولكن الحمد لله كان في ماتش. فعلا كان ولك الحمد لله الكره اللي انت شطتها تقريبا ده 3-1 الماتش ده. لا ده ماتش تاني جمال حمزه. لا في ماتش فعلا كان في جمال حمزه 1-0 كان الماتش ده الزمالك يكسب كتير جدا. انا بقول لك جمهور النادي الاهلي بيقول لك الحمد لله انك خسرت 1. ده جمهور الزمالك عمره ما قابل كده. الفرقه بقى كويسه مش كويسه؟ لا ما عايز ينزل كسبان. انت بتسخن كسبان. طب ده تفسيره ايه؟ عدم حضور جمهور الزمالك بكميات كبيره جدا في مباراه الاهلي، المباراه المنتظره واللي دايما بتبقى الملعب مقسوم بالنص والجماهير زي بعض. فسر كنت تفسره بايه؟ انا ما اقدرش افضل تفسيره عند الجمهور لوحده. عند الجمهور مش عندك. لا بالظبط. خلينا نوضح نقطه مهمه جدا من النقاط الواضحه جدا في كلام الكابتن بشير التبعي، واحنا اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه وقلنا ان الفتره اللي كان فيها الكابتن بشير التبعي كانت بتشهد بعض التفوق الفني في بعض الاوقات لنادي الزمالك تحديدا من 2000 ل 2004 باستثناء المباراه الشهيره 6 واللي كان برضو احد طرفاء الكابتن بشير التبعي، ولكن قال ثلاث ارباع المباريات اللي كانت بتجمعني بالنادي الاهلي كان جمهور النادي الاهلي كتير، يعني حتى ونادي الزمالك هو الاعلى فنيا جماهير النادي الاهلي كانت بتتواجد في الملعب. يخصني جدا هنا الحديث عن جماهير النادي الاهلي ان واحنا اقل فنيا واحنا بنعاني فتره كانت فتره اربع سنين عجاف اربع بطولات وده رقم قليل جدا على في تاريخ النادي الاهلي، ومع ذلك في مواجهه المنافس وقتها الاقوى في الدوري المحلي كانت جماهير النادي الاهلي هي الاقوى. الاهم من كده ثقافه جمهور النادي الاهلي في التعامل مع المباراه. لو النادي الاهلي سجل هدف ازاي بتبقى في ظهر فرقتها؟ طب لو النادي الاهلي دخل في مرمى هدف ازاي بتدعم عشان الفريق يرجع تاني للمباراه يقدر يحقق التعادل والفوز، على عكس اللي كان بيحصل او اللي كان بيشوفه كابتن بشير التبع من جماهير نادي الزمالك. موضوع الشعبيه وموضوع ثقافه الجماهير لو فتحنا فيه المجال هنتكلم فيه كتير وكتير جدا، لكن في لقطتين لان البعض ممكن يقول ان كابتن بشير التبع بيقول كلام مش منطقي. دي مباراه للنادي الزمالك مع النادي الاهلي، شايفين التيشيرتات كانت تقريبا مغطيه نفس الفكره بتاعه تخطيط المدرب. ده بقى دي 2017 اللي هي الدخله التي لم تكتمل لان جماهير نادي الزمالك ما كانتش حاضره اللي الوقت فيها ان البعض قال ان الجماهير كانت بتسد عين الشمس. دي كان مدرج نادي الزمالك في 2017 السوبر اللي كان برضو في الامارات والدخله ما لم تكتمل. فاعتقد حسمنا الامر ده تماما. اعتقد على لاعبينا ان هم مش عايزين كلمة رد الاعتبار لكن على لاعبينا ان هم يقدروا يعوضوا جماهير النادي الاهلي اللي بالفعل بتحزن جدا لخسارة اي بطولة، وده قدرك كلاعب في النادي الاهلي ولازم تقتنع بيه وترضى بيه ان جماهير النادي الاهلي لا تقبل غير المركز الاول. خسارة اي مباراة ودية بالنسبة لها امر صعب جدا، ما بالك حتى لو بطولة شرفية تعوضها لازم يكون بالاجتهاد في الملعب. التركيز مش كلام شعارات، لا كلام داخل الملعب، طرق فنية داخل الملعب، تقاتل جوه الملعب، انك تبذل كل دقيقه في الملعب تكون بتبذل اقصى طاقه ليك. صدقني حتى لو خسرت وقتها جماهير النادي الاهلي هتلاقيها في ظهرك، لان ليه الجمهور في الشده طبيبك، ما انت حبيبه وهو حبيبك، مهما هترسى معاك هيساندك، تكسب تخسر مش هيسيبك. وصلنا لنهايه الاهلي خط احمر ونشوفكم ان شاء الله على انتصارات للنادي الاهلي. سلام.